الأستاذ الدكتور أحمد الشحات، أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب جامعة عين شمس، حاصل على زمالة جراحات التجميل جونز هوبكنز USA، عضو عامل بالجمعية المصرية لجراح التجميل ESPRS. أهلا بكم. ما يسمى بعيوب الجسد أو ديفوهات الجسد ده شيء مهم علميا ولازم نفهمه كويس قوي. المسألة طبعا لها قاعدة وراثية، في عائلات عندهم ديفوهات معينة في الجسد، مثلا عائلات اللي عندهم البنات كلهم في العيلة عندهم جنبين بارزين قوي، تلاقي في تكتلات دهنية في الظهر، ده مشهور في بعض العائلات. القصة دي قصة مثيرة للغاية وملف في منتهى الأهمية، عشان كده أنا وجهت الدعوة لواحد أنا بقرأ أنه شرف كبير لينا ولأي منصة إعلامية أنه يكون موجود فيها، رائد قدير في عالم جراحة التجميل، وبجد مش مجاملة وما ينفعش أن أنا جامل في هذا المقام، واحد من الأسماء العالمية في عالم جراحة التجميل البارعة. ودايما أنا بقول أن أنا يعني لو أنا عايز أعمل أي حاجة تجميلية أكيد هيكون مرجعي هو ضيفي العزيز، واحد من الكبار في هذا المجال، القمة العلمية الكبيرة والاسم العالمي الكبير، الأستاذ دكتور أحمد الشحات، أستاذ جراحات تجميل بكلية الطب جامعة عين شمس وصاحب زمالة جراحات تجميل من جون هوبكنز الأمريكية وعضو العامل بالجمعية المصرية لجراح التجميل، واحد من الكبارات في هذا المجال. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بيك، منورني. ده نورك. وإيه المقدمة القوية قوي دي؟ كده خلصت المقدمة. المقدمة دي أنا حسيتها لما حضرت أحد احتفالات، دعيت وتشرفت جدا بهذه الدعوة من الجمعية المصرية لجراحة التجميل، وكانت حاجة بالنسبة لي بصراحة، وحضرتك كنت موجود في الجمعية المصرية لجراحة التجميل، أنا ذهلت من كم القامات الجراحية الموجودة اللي لازم يعني فعلا أسامي كتيرة منهم. الكلام ده حصل من كام سنة، منهم ناس فارقوا الحياة للأسف، مش عايز نبدا الحوار بيهم، بس انا عايز اقول لك ان الجمعيه دي يعني جمعيه فخمه جدا يعني طبعا العلميه. طبعا ده بتشمل كل جراحين التجميل، سواء جامعه، سواء كليات طب عسكريه، سواء وزاره الصحه، مستشفيات تعليميه، ومنتسب ليها ناس حتى بره مصر. لانها يعني كانوا مصريين شغالين هنا وبقوا بيشتغلوا بره ومنتسبين ليها، فهي شاملة لكل، وطبعا بتتعاون مع جميع جمعيات جراح التجميل على مستوى العالم، لدرجة ان من يومين كان في زي مؤاخاة بين الجمعية المصرية والجمعية الأمريكية، لسه يعني من يومين لسه الحدث ده حاصل، فدي حاجة يعني كلنا بنفتخر ان احنا اعضاء فيها، ومؤتمراتها بتبقى مؤتمرات قوية جدا لان بتنقل الخبرة بين الأساتذة وبعضهم، وزي ما حضرتك بتقول كان النقاش دقيق جدا، لأن هديك مثل يعني لما نتكلم في الشكل الجمالي للسرة، السرة بتاع البطن، ويعني ونختلف هو الشكل الجمالي، طب بلاش الشكل، مكان السرة، هل مكان السرة نقطة بالمقاس ولا زون، منطقة السرة طلعت فوقيها شوية نزلت تحتيها شوية، فده كله صح طالما في المنطقة ديت، منطقة على مدار مثلا 2 سنتي ونص ممكن الصورة تلعب، فالدقة بتوصل في الموضوع دوت لدرجة ان الإحساس بالجمال، لان هو طبعا حاجة مختلفة بين الأشخاص وبعض، الإحساس بالجمال، النحت محتاج فن، عشان كده احنا في طب عين شمس لما بنيجي ندي دراسات للدكتوراه عندهم منهج في النحت اللي هو الفني، درجة مين اللي بيدرسهم؟ مش احنا اللي بيدرسهم، اساتذه في فنون جميلة، ومحدش بيعدي وياخد دكتوراه جراحة التجميل الا لما ينجح في مادة النحت ديت. والنحت دوت بقى يعني بناخده من الشكل، من اتنقلنا من الشكل الثابت زي ما حضرتك بتقول للشكل المتحرك، يعني الشكل ممكن واحد يبقى شكله حلو، هو طب هديك مثل اللي هو البوتوكس، هو البوتوكس بيعمل ايه؟
بيضعف العضلة اللي بتعمل تجاعيد حركية في الجبهة. هل الشخص عنده التجاعيد دي ثابتة ولا مع الرياكشن والحركة تخيل بقى لما يبقى مثلا دراستهم للفن يشوف الشكل وهي الدنيا مسطحة ويشوف الشكل وهي في حركة في الجبهة، حاجات بسيطة زي كده بتديه انطباع ان هو يقدر يوصل المريض او مش المريض، الشخص اللي هو بيرغب في تحسين ديفو معين في جسمه، ان هو يبقى شكله في الثبات حلو وشكله في الحركة حلو. الكلام دوت يشمل جميع اجزاء الجسم من اول الجبهة للفك للرقبة للدراعات للفخدين للبطن للثدي في الرجال، يعني الحاجات دي كلها هنتكلم عنها كلها هنتكلم على المناطق، لكن يختلف النحت بين الست والراجل. طبعا واللي ما يعرفش كده هيعمل لنا مشاكل كبيره جدا، وللاسف في الفتره الاخيره ابتدت الناس تعمل زي ترندات والترند يمشي فيه رجاله وستات وهم مش واخدين بالهم ان الترند ده مش صح على الشخص. يعني مثلا عرض الفكين وان يبقى الفك بارز قوي يعني ومحدد، بنات عملت كوارث في وشها، ده شكله ده شكل رجالي. يعني لما يجي اي حتى طالب في كليه فنون جميله في اول سنه ويرسم يقول له اعمل تعبيرات حاده في الفك بتاع الشخصيه اللي قدامك عشان يظهر ان هو راجل، واعمل حاجات سموث يعني انتقالات يعني انتقال املس او يعني من بهدوء من الوجه للرقبه في الستات، ما يبقاش حاجه شارب كده فالحاجات ديت بتفرق. الانف في الراجل غير الانف في الست، الجبهه جبهه في الراجل تلاقيها نازله كده زي ما تكون فلات كده، الست تلاقيها ليها دوران كده، الحاجبين الجفون الخدود كل حاجه، كل ننزل بقى للجسم كل حاجه مختلفه بالدراع الراجل غير دراع الست، حتى في الزاويه لو الواحد حاطط دراعه جنب جسمه درسنا الكلام دوت في التشريح، ست بيبقى ليها انجل شويه تلاقي الدراع طالع لبره شويه عن الجسم، ويمكن لما نيجي نفكر فيها نقول ما يمكن عشان هي بيبقى وسطها اعرض شويه فربنا عمل لها دراعاتها منطوره لبره شويه عن الجسم عشان ما تخبطش في جناب الجسم وهي ماشيه. فالحاجات دي كلها تندرج تحت مفهوم النحت. النحت ده الشكل الجمالي اللي ربنا ميز بيه الست عن الراجل، ميز بيه الناس عن بعضها، وجميع الاشكال ليها شكل جمالي. يعني التناسق بقى، يعني ممكن التناسق كمان ممكن يبقى فيه منطقه أقل درجة جمال بس نتيجة إنها متناسقة مع اللي حواليها يديها ده لوحده جمال. ده في بعض الممثلات الأجانب كانوا بيتهموهم في الأول إن هم شكلهم وحش عشان البق واسع شوية، مقاييس الجمال إن هو واسع شوية، لكن لما مشي مع الوجه كله على بعضه إدى شكل جمالي، بقت الناس كلها مفتونة بالشكل الجمالي ده. زي جوليا روبرتس. أيوه. خلينا نروح لسؤال مهم قوي، في ناس كتير بتذهب الى عياده جراحه التجميل تطلب النحت تقول جمله عشان اخس. ما هي ديت انا بعرفهم على طول دلوقتي. اول ما حد يجي يسال على النحت اقول له انت عايز تعمل نحت منطقه ايه؟ يقول لي جسمي كله. على طول اعرف ان خلاص ده قصده ان هو عايز يخس. اقول له لا، النحت مش معمول للخسسان، النحت معمول للتناسق. انت عندك جسمك متناسق سواء رفيع او تخين، دي مش شغلانتي، متناسق وجي في حته التناسق حصل فيه تشتيت. زي مثلا راجل جسمه متناسق لكن الصدر كبير شويه، واحده جسمها متناسق لكن الجناب واسعه شويه عريضه شويه، وانت قلت المثل دوت، وحد متناسق لكن فوق الركبه حتى فيها ديفو كده الدهون فيها زياده شويه. عيل هتلاقي كده. حتى لو هو مليان شويه. اللي انت قلت على حاجه مهمه جدا، الظهر. الظهر ده ليه شكل جمالي فظيع. ده الستات ساعات ما بتعرفش تنقي هدوم في محلات الملابس نتيجه ان في تكتلات دهنيه في ظهرها، الهدوم بتظهرها او تخفيها. وعلى فكره ده من الهيرديتري فاكتور، يعني عائلات تلاقي العيله كده عندهم
تكونات وكتل دهنية في ظهرهم. بلاش دي، في حد ممكن واحدة كل ما حد يشوفها يقول لها أنت تانية ظهرك ليه؟ عندها انحناء كده، ويطلع في الاخر العمود الفقري مستقيم وكل حاجه، وتكتلات دهنيه عند المنطقه اللي اعلى الظهر عند الرقبه من ورا، وهي اللي عامله شكل لكن الشخص مقتب كده او مايل لقدام. تيجي تعمل اشعه تلاقي العمود الفقري مستقيم وزي الفل. فالحاجات دي كلها لازم الواحد يلاحظها. حد واحده بتشتكي من الارداف عندها ضعيفه، والشكل الأنثوي إن يبقى الأرداف مليانة شوية، تكتشف إن المنطقة اللي فوق الأرداف في أسفل الظهر هي اللي مليانة دهون. لو فضيت الدهون دي يدي الكيرف اللي يدي إحساس إن الأرداف كويسة، مش فلات ولا حاجة. فدي كلها علاقات في الجسم ما بين الحاجات وبعضها هي اللي طب هي النحت ده على فكرة بتوع التصوير برضو يحبوا يسمعوا الكلام دوت، لأن الظل والضوء، الضوء والظل هو اللي بيدي. بيحصل إزاي؟ بيحصل من منحنيات والحاجات الكونفكس اللي هي اللي بارزة لقدام، والحاجات الكونكيف اللي هي داخلة لورا يدي ظل. ممكن واحد يجي يشتكي إن عنده غمقان في الجفون من تحت اللي هي بيسموها الهالات السوداء، وفي الآخر تكتشف إن هو ما عندهوش هالات سوداء ولا حاجة، ده هو عنده الحتة دي مجوفة شوية. فده ادى ظل، الضوء ادى ظل في الحته دي فادى غمقان. فالحاجات دي كلها لو الجراح التجميل مش دارسها هتبقى مشكله. ممكن يعمل حاجات غلط، يعني يدي ادويه تفتيح وهي المكان الجلد ما فيهوش غمقان ولا حاجه يعني. فدي كلها حاجات بندرسها وبندرسها للطلبه. ومفيش جراح تجميل عندنا على الاقل في الجامعه بتاعتنا بيخرج بالدكتوراه من غير ما يكون دارسها وناجح فيها. خليني نحط المنيو أو بمعنى أصح الفهرس، الفهرس بتاع الأماكن اللي بتحتاج أو يمكن أن تحتاج إلى نحت، بس أنا نسردهم كده وبعدين هنتكلم على كل واحد بالتفصيل لوحده. لو خدنا من فوق لتحت هنلاقي مثلا نجيب مفهوم النحت بس الأول. مفهوم النحت زي النحات اللي بينحت تمثال، زيادة وتنقيص، يعني يزود الطينة اللي بينحت بيعمل بيها التمثال في مكان ويشيله من مكان. فلو احنا فهمنا الموضوع دوت يبقى احنا فهمنا ان النحت مش مجرد شفط دهون بس، لا وحقن دهون. فلو كده اتكلمنا على الصدغ، المنطقه دي عند ناس كتير تلاقيها مجوفه، ودي علامه من علامات العجز ان الحته دي تبقى فاضيه. لو انا زودتها دهون ده يعتبر بدايه النحت. الخدود، في بعض الناس خدودها مصفطه خالص محتاجه حقن دهون، في ناس خدودها منفوخه بالزياده درجه ان تقيله على وشها فزي ما يكون عامله لغط، ودي بيبقى فيها دهون احنا في الطب اسمها بقه الفات. دي ساعات من خرم في الخد من جوه اروح مطلع الدهون دي تطلع على بعضها كده زي كيس كده محوش دهون، بعمليه صغيره ما تاخدش 3 دقائق ببنج موضعي، تروح مطلع شويه دهون كده يطلعوا في ايدك كده بتاع مثلا 2-3 سنتي، وتلاقي الحته ديت بعد ما كانت منفوخه كده وعامله اتحسنت. الفك بالذات، بروز الفك بالذات عند الرجاله ان لازم تبقى شارب الفك، الدق ده كله داخل في النحت. الوجنه، الستات اللي بتحقن عشان الوجنه ضعيفه عندها، الرقبه، الرقبه دي من اصعب الاماكن في الجسم في العلاج، لانها فيها وظيفه بتاعت البلع، وظيفة بتاعت الحركة يمين وشمال، الوظيفة بتاعت القاع بتاع الفم، في حركة على طول مع المضغ واللسان والحاجات ديت. وفي نفس الوقت في عضلتين زي ما البطن ليهم عضلتين كده، في عضلتين هنا بلاتزم يروح عاملين زي عرف الديك كده، زي رقبة الديك كده تركي نيك، يبقوا نازلين. ده النحت بتاعهم مش مجرد حقن دهون وشفط دهون بس، ده النحت بتاعهم ممكن اشتغل على العضله نفسها، اقوي العضله، اخلي الفاصل اللي ما بين قعر الفم والرقبه حاجه ثابته ما تبقاش مدلدله كده. دي من الحاجات اللي، وعلى فكره جراحين كتير شاطرين جدا في شد الوجه واللي يكشف العمليات بتاعتهم الرقبه. الرقبة من الحاجات. ننزل لتحت شوية، الأكتاف، الحتة اللي فوق ديت، الحتة اللي ورا الرقبة من ورا اللي احنا قلنا عليها اللي بتدي إحساس إن في انحناء في العمود الفقري. الدراعات، الدراعات، وده في ستات ما بتعرفش تلبس هدومها نتيجة تختار مقاسها
نتيجه ان دراعاتها كبيره قوي على يعني المصنع عامل القميص بمقاسات ستاندر، فتلاقي القميص كله جاي مظبوط والدراع مش داخل عشان الدراع مليان دهون او تهدل، اهو ده برضو نشفط من اماكن ونحقن في اماكن. طب هقول لحضرتك على حاجه ما ناس كتير ما تعرفهاش، ان انا ممكن اعالج مشكله في الدراع مش كله شفط، مش ان انا احقن دهون، ان يكون الجلد ابتدى يتهدل تهدل بسيط ويكرمش كده اللي هي الحاجات البسيطه اللي هي مش محتاجه شد جراحي. طب ما هو ده ممكن لو مليته شويه دهون زي ما بملى الدهون في في التهدل بتاع الوجه ويحسنه، ممكن ده يتحسن. الشكل الجمالي بتاع العضلات في الراجل، انا ما بقولش ان انا هحقن دهون في العضله، ده انا ضده، لان انا كده بدخل انسجه غلط في مكان غلط. لكن العضله نفسها لو حواليها شحوم فمش ظاهره، وهي عضله قويه وكده، فين لما يبقى الحته دي فاضيه شويه والعضله اللي هي البايسبس باينه من الترايسبس او كده اللي بيعملوه في الجيم. ساعات نتيجه ملو الدراع بالدهون مهما الشخص يعمل في الجيم مستخبيه العضلات برضو، فده برضو في النحت. التسدي، وازاي التسدي دوت، ازاي ان الهاله قريبه من الخط بتاع الصدر اللي من تحت في الراجل ومختلفة عن الست 5-7 سنتي فوق الخط اللي تحت الحز اللي تحت الثدي، والرجالة تلاقيها فرق سنتي ونص 2 سنتي. الشكل الجمالي، الهالة واقعة. لو واحد بقى مش فاهم الكلام دوت يروح رايح رافع لراجل الهالة بعيدة عن الخط اللي تحت الثدي ب4 و5 و6 و7 سنتي، يبقى شكل قبيح جدا. الشكل الجمالي في الراجل الهالة قريبة من الخط اللي تحت، دي برضو معلومة ساعات بعض جراحين التجميل بيغلطوا فيها، ان الحتة دي تبقى فاضية، الحتة دي تبقى ان العضلة نفسها لازم الشخص يبذل مجهود عشان يقوي العضلة، لان برضو انا بساعده هو يساعد نفسه برضو. البطن، ازاي ان الراجل فيه 6 باكس اللي فوق السرة وخطين واتنين عضلتين تحت السرة، ازاي في الست لو عملت السكس باكس ديت ممكن ما تبقاش شكلها انثوي قوي، فلا في الست ده انا اعمل حفرة كده زي تجويف في النص البطن بالظبط فوق السرة يبقى شكل جمالي. ازاي العضلات اللي في البطن في خطين جنبها فاضيين مفروض عشان يحددوها، ازاي في وسط، ازاي الراجل عنده مشكله دايما اللي حضرتك قلت عليها في الجيم، اللي هو الشكل اللي زي ما يكون لابس عوامه في المنطقه اللي فوق الحوض، ساعات بتجنن بعض الشباب. دي مهما يعمل في الجيم صعبه جدا انها تنزل، دي سهله جدا يعني بيلعب كوره وبيروح جيم وماتشات بيلعب في ملعب ده 6-4 وده 1-3 وخميس بيلعبوا 6 ايام في الاسبوع، يقول لك الحته دي مش عايز تروح. ودي واخده زي العوامه بالظبط، شكل العوامه دي زي انها لو اتنحتت وشكل الراجل طلع زي الكمتره كده كبير من فوق ونازل على ضيق من تحت مثلث، يبقى شكله رياضي اكتر من ان هو يبقى لكنه لابس العوامه تحت. الشكل الانثوي مختلف، الوسط لازم بقى يبقى متحدد كويس والارداف ما تبقاش ضيقه تبقى مليانه شويه. ازاي الفخدين، ازاي يبقى فيه ضوء داخل ما بين الفخدين من فوق، ما يبقاش فيه التصاق في الفخدين اللي هو بيطلع الناس من الجيش ده. التصاق الفخدين دول اللي هو اساسا يقعدوا يعملوا احتكاك ويعملوا غمقان ويعملوا عرق ويعملوا فطريات ويعملوا الحاجات دي، ازاي يعني هو ده علاج وظيفي، ان انا لما انحت الحته ديت واخلي الفخدين بعاد عن بعض شويه في الجزء الفوقاني انا حميته من امراض، حميته من فطريات، حميته من احتكاكات، حميته من غمقان في المكان. ازاي الشكل الجمالي ما جيش انا ارفع الفخد قوي واخليه قريب من الساق، الشطاره مش إن او ان انا ارفع الدراع قوي ويبقى زي الدراع زي الساعد، ما هو الدراع لازم يبقى اعرض من الساعد، مش شطاره ان انا حد جاي اعمل عمليه تجميل اروح شادد على الدراع عشان ارفعه والمريض يلاقي نفسه الدراع عرضه زي عرض او المحيط بتاعه زي محيط الساعد. نفس الكلام في الرجلين، لدرجه ان انا كنت في مؤتمر في البرازيل مره لقيتهم عاملين حشوات للفخدين، فانا استغربت قالوا لي عشان في بعض الناس الفخدين بيبقوا قريبين من الساق
فلازم نملى البتاع. طبعا في حشوات زي السمانه وحاجات زي كده، السمانه برضو في الرجاله كل ما تبقى مليانه تبقى شكل جمالي احسن، لكن مهما يكون لا يمكن اخلي الساق اتخن من الفخذ. دي كلها احنا كده لو خدنا الجسم كله من فوق لتحت، في الفنون الجميله والناس اللي بتيجي تدرس طلبه عندنا في علاقات، الدراع مفروض يخلص فين؟ يعني ما ينفعش الدراع يخلص عند الحوض، ولا الدراع يخلص او الايد يعني، ولا تخلص عند الحوض، ولا تخلص عند الركبه. هي ليها مقاسات، هتخلص فين عند الفخذ؟ عايز افهم الحته دي. يعني انا وانا واقف ما ينفعش ايديا تبقى خلصانه عند الحوض، يبقى انا ايديا قصيره زياده عن اللزوم، ولا ايديا تبقى نازله عند الركبه، يبقى ايديا طويله ازيد من لو واحد بيرسم. دي كلها مقاسات لازم الرسم لازم الابعاد دي مهمه. فالحاجات ديت بتعلم الواحد بالنظر من غير حتى ما يمسك مسطره، ان يعرف الجسم ده كويس ولا مش كويس، الجسم ده متناسق ولا مش متناسق. كل حاجه ليها مقاسات بالمسطره، لكن انا مش بعد 30 سنه مثلا شغال في جراحه التجميل همسك مسطره. انا عناي على طول لقطه البتاع. انا يعني حضرتك بتلقط الملي في الجرفات لو معوجه يمين ولا شمال، احنا برضو بنلقط المل في ولو برواز في البيت معوج ملي بلقطه. لو رخام معمول في سلم بميل غلط بلقطه. بس فاحنا بالخبره كده الاول لازم الصغير يبتدي يبقى معاه مسطره وبيقيس، لكن بعد شويه العين بتلقط اي حاجه. درجه ان ساعات العيان يجي يقول لك انا عندي كذا، تقول له لا انت ما عندكش كذا، انت عندك كذا، فيقتنع. لما هو مش حتى مع انه طول النهار باصص في المرايه وكده وجاي بيشتكي ويقول لك انا عندي كذا، تقول له لا مش، وتيجي تقيس بقى تترهنوا بقى ان مين الصح، وتيجي تقيس تلاقي ان انت مقاساتك هي اللي عينك خدت على الصح. لا كمان عشان اتعلمنا الفيجن، احنا في الطب يا جماعه في كل فروع الطب عينك لازم تكون ذكيه، ده احنا بنتعلمها من واحنا صغيرين، واللي عينه مش ذكيه ما بيبقاش دكتور شاطر. في كل فروع الطب يعني احنا ازاي نفرق بين انا بشوف حد بعرف ان عنده سكر، بعرف ان عنده الكبد، بعرف ان عنده كلى، وبعرف اميز الثلاثه يعني حتى من غير ما يتكلم، بعرف عنده مشكله في الكلى او في الكبد او في السكر او يكون عنده الضغط. هتقولي عرفت منين ان عنده الضغط؟ بعرف، ومش هدخل بقى في التفصيل العلميه، لكن في دلالات معينه في الوش تدل على كده. هو مش في واحد في مره لقى لعيب في التلفزيون عنده حاجه زي بدايات ورم سرطاني في الجلد وبلغهم وبلغ بتاعه ولحق نفسه الشخص دوت نتيجه ان حد عنده اوبزرفيشن عين قوه بصيره زي اديسون ما بيجي. انا ببقى قاعد واحد داخل، حصلت مره عين داخل يكشف معاه مرافق يعني قريبه اللي داخل، سبت العين وقعدت ابص لقريبه وقلت له في الاخر انا عايزك تعملي التحليل دوت على حساب، يعني مش هاخد منك فلوس، اعتبر ان انت تعمله بس انت اللي هتدفع فلوس التحليل، لكن الكشف عليا انا مالكش دعوه. وطلع اديسون. اديسون ده لحست ان غمقانه مش طبيعي. مش غمقان حد طبيعي، قصص كتيره في العين. خلينا امسك واحده واحده من اللي احنا قلناهم، هسال عليهم سؤال كده صغير. اللغد ده مشكله مزعجه، في ناس مش يعني ما بترضاش تتصور عشان اللغة. لا وبيغير السن تماما. تماما. يعني أنا ساعات في يعني في صور عندي للعيانين تستغرب تقول لا يمكن يكون ده هو العيان ده هو ده. أكن واحد الشكل. عجوز وواحد شاب. صغير. وبيغير الشكل، تكتشف فجأة إن أنت قدام بنت جميلة أو قدام شاب شكله كويس. بعد ما كان عاش عمره متخيل إن هو شكله مش حلو. وعلى فكرة بداية الرقبة من الدقن. من الدقن هنا. من الدقن هنا. من هنا. ليه بقى؟ لان ناس كتير عندها الدقن يبقى ضعيف فيبين ان الرقبه فيها لغط وهو ما عندوش لغط. مجرد ما تظبط له الدقن راجع لورا، مجرد ما تظبط له الدقن تلاقي الرقبه اتصلحت. ممكن يكون حد عنده الفك ضعيف فما فيش تحديد للفك، تحدد له الفك تلاقي الرقبه اتظبطت. عشان كده من اصعب الاستشارات اللي هي عن طريق السوشيال ميديا او كده الرقبه، ما تقدرش تدي للعيان اي حاجه عن الرقبه الا بالكشف.
يجي يقول لك ايه، طب اديني تشخيص مبدئي، اديني تقييم لتكلفه العمليه مبدئي. صعبه جدا في الرقبه بالذات، لان الرقبه داخل فيها عوامل كتير قوي. اللغد بيبتدي من مجرد حاجه صغيره، ممكن اللغد الفعلي بقى اللي هو ملوش علاقه بالدقن، احقن له مواد تدوب شويه دهون بسيطه، يغيت ان انا لازم افتح واعيد تشكيل العضلات. وساعات كمان الغده اللعابيه بتبقى واقعه من مكانها، لازم ارجعها مكانها كمان. وهو ده كله فاكر ان هو لغد عن طريق شفط دهون هيتصلح. لا، الرقبه من الحاجات المناطق الصعبه في الجسم، ولازم ومن الحاجات اللي بتكشف جراح التجميل كويس من جراح التجميل اللي مش كويس. الراجل الشاب جاي، انا عايز اسال حته في التسدي، في لايبو مصي او جينيكو مصي، عشان اللي هي ايه يعني، تكتل دهني او تضخم في الغده، هل بتفرق التقنيه عن دي عن دي؟ هو ده الكلام ده مكتوب في الكتب، بس على يعني على لساني انا، ما ينفعش تعمل تسدي من غير ما تشيل الغده. يعني اللي وصل ان في تسدي بيبقى فيه غده، يعني حتى الكتب كاتبين ان ممكن تسدي من غير غده تبقى كبيره دهون بس. انا اشك في المعلومه دي. ما شفناهاش. دايما الذراع بيخافوا من الجرح. احنا كده اتنقلنا من الشفط والحقن، شفط الدهون وحقن الدهون، للجلد المتهدل اللي محتاج ازاله. طبعا دي من العمليات الغلسه جدا. ليه بقى؟ بس بنضطر ليها في بعض الحالات. يعني انا ما ببقاش متشجع وانا داخل اعمل عمليه شد ذراع قد ما انا ببقى متشجع وانا داخل اعمل نحت عن طريق الشفط والحقن فقط لا غير. في الدراع بالذات. ليه؟ لان الدراع منطقه مكشوفه وحركتها كتير. يعني انا لو وعدت العيانه ان انا هعمل لها الجرح داخلي زي خط، زي الخياطه بتاعت البدله كده، زي كم البدله المتخيط من جوه كده، طب ما هي وهي بتتحرك وهي بترفع ايديها وهي بتعمل شغلها هيبان الجرح، وبرضو على لساني مفيش جرح بيختفي تماما، لازم الجرح هيسيب اثر. عشان برضو بعض الناس فاكرين ان جراح التجميل ده ساحر وبتاع. ربنا عمل التئام الجروح في فتره الحمل، هو الطفل جوه الجنين في بطن امه لو اتعمل له جرح ما يسيبش اثر. عشان كده ابتدى الناس تفكر في اجراء جراحات داخل الرحم، بس لسه ما طبقوهاش على البني ادمين، لكن اتعملت تجارب على انيمالز وكده. لكن مجرد ما الشخص يتولد اي جرح هيسيب اثر، جرح اثره واضح او اثر غير واضح هو ده اللي يفرق جرح عن جرح. اثر واضح او جرح او اثر غير واضح بيعتمد على شطاره الجراح وبيعتمد على اتجاه الجرح. فاتجاه الجرح بالطول في الدراعات وفي الفخذين المفروض ان نتائجه احسن من اي جرح عرضي، ومع ذلك هيسيب اثر. فلما يكون انا عارف ان مهما انا كجراح تجميل عملت جرح هيسيب اثر، لازم اتردد شويه في ان انا اعمله، ولازم اخد موافقه المريض ويبقى عارف ان هيبقى فيه جرح، ونتفق مع بعض هنعمل ايه في الجرح. هنعمل ليزر يحسنه شويه، هنعمل عليه تاتو طبي لو في اجزاء ممكن يتعمل عليها رسمه تاتو كده طبيه، لان السبب طبي مش سبب، عشان بعض الناس بتدخل تتكلم في حرمانيه وكده، لا ده السبب طبي ان في ندبه معينه اتعملت وعايزه نحسن شكلها بحيث ان الشخص يقدر يتعامل مع ده. فدي كلها حاجات لازم جراح التجميل يبقى حكيم في عملها. فلما تقول لي انت تحب تعمل جرح في البطن شد بطن ولا جرح دراع، لا اقول لك شد بطن. شد بطن جروحه احلى بكتير ومستخبيه في الهدوم المريض، غير لما واحده لابسه قط والجرح بتاع. لكن بعض الناس هم اللي بيزقوك ان انت تعمله لان عندهم جلد واقع قوي، ما ينفعش يمشي كده. بس بيبقى مقايضه يعني، حاجه قدام حاجه. هو الكتب قالت كده، كتب قالت لما يكون عندك تهدل شديد ما تقعدش بقى تتردد في ان انت تعمل جرح،
لان الجرح هيبقى احسن من التهدل الكتير ده. ما هو التهدل ده مش حاجه حلوه. فالجرح مع كل المساوئ اللي انا قلته ان هو بيسيب اثر وكده، الا انه في حالات كتير جدا احسن. طب ما هو الاسترتش ماركس، الاسترتش ماركس اللي هي علامات التمدد، ما دي زي علامات الجروح. كنت النهارده بناقش رساله دكتوراه في القصر العيني، اتكلم على الاسترتش ماركس اللي في البطن. احنا عارفين ان الاتجاهات الجروح اللي بالعرض في البطن بتبقى حلوه، الاسترتش مارك بتبقى ايه؟ بالطول. عشان كده كل الاسترتش مارك في البطن بتبقى وحشه، شكلها وحش جدا لانها بالطول، يعني عكس الاتجاه اللي شكل الجروح فيه. شكل الجروح بالعرض تبقى احلى. عشان كده احنا بنعمل شد البطن الجرح من تحت بالعرض كده. القيصري كان قدامهم فرصه ان يعملوها بالطول او بالعرض، عملوها بالعرض عشان العرض احلى. الاسترتش مارك للاسف في البطن بتبقى بالطول. العيانين الستات بتبقى مضايقه جدا من الدراع لو برده في تمدد كده، بيبقى مليان استرتش مارك. كل استرتش مارك من دول يعني بقى عندك 30 40 استرتش مارك، والعيان زعلان على جرح، على جرح واحد هو اللي هو اكنه استرتش مارك، مارك واحد. الاجهزه هي كانت احيانا نقدر نقول كده حجر زاويه في بعض حواراتنا، نقعد نتكلم على الفيزر والليزر واخره، ونتكلم على تراديشنال. هل الاجهزه لها هذا الدور الكبير ام مهاره الدكتور؟ مهاره الدكتور هي الاساس، لان سواء انت ممكن تجيب التكنولوجي وتمسكه لحد ما عندوش خبره يحرق الجلد ويحرق لكن الخبره بتخلي الواحد يقدر يعمل الشكل بدون الجهاز، ويسهل على نفسه ويسهل على المريض، ويوفر وقت عمليه ويوفر فقدان دم باستخدام الجهاز، ويدي نفس النتائج. وممكن يدي نتائج احسن بايديه، وممكن في مكان تاني هو قصد ان هو، لان هقول لحضرتك على حاجه، احنا لما انا اشتغل بايدي انا عارف ان انا بعد ما خلصت النحتيه اللي بايدي دي الوضع استقر على كده. طب احسبها تاني بقى بجهاز بيطلع نسبه حراره زي الليزر، زي الليزر او الفيزر او الفيزر. فانت خلاص خلصت النحته اللي انت عايزها، لكن انت روحت وفي شويه سخونيه من الجهاز باقيه في الجسم، هتعمل ايه السخونيه دي؟ هتدوب شويه دهون زياده. فانا احب استخدم الجهاز دوت في اماكن انا عايزها اجيب اخرها. يعني مثلا انا الحته اللي في النص في البطن دي في الستات انا قلت لك بحب اعملها تبقى نازله لجوه، وفي الرجاله يبقى السكس باكس، والعضلتين اللي هنا يبقى من جنابهم فاضي. يبقى انا لو استخدمت الفيزر او الليزر في الاماكن اللي هو بيدوا حراره، في الاماكن اللي انا عايزها تبقى تجيب اخر الدهون، يبقى اروح وانا مبسوط ان تاثير الحراره لو استمر شويه هيدوب لي دهون شويه زياده فيعمل لي الشكل اللي انا عايزه. فهي برضو لكن في مكان مفروض ان الدهون تبقى عامله كونتور فيه، لا ما استخدمش الاجهزه ديت عشان ما تعرجليش الجلد. فدي عايزه حكمه في الاستخدام، مش كل حاجه ترند امشي وراها عمياني كده. وطبعا انا مش بعيب في الجهاز، الجهاز ليه دور، والناس اللي اشتغلت لغايه ما صنعت الجهاز هم مش ما صنعهوش عشان هو ملوش لازمه، وليه لازمه، لكن الاستخدام الصح بتاعه، الاستخدام الغلط هيودي في مشاكل، هيعمل مشاكل. طيب في تعليقات سريعه على نقاط سريعه. زي الكارت الاحمر. بالظبط زي الكارت الاحمر. بس انا عايز استفيد من زيارتك العظيمه دي ان انا اخد معلومات للناس يفهموها. رايك في الميجا لايبوسكشن؟ احنا نشفط كميه كبيره جدا بدون من كل حته في الجسم في عاده واحده. غير امن. غير امن. لا تفضله. غير امن. الافضل نقسم المواضيع. وبعض الناس بيدخلوا المرضى رعايات، رعايه مركزه. زي انت قلت ان دي عمليه اختياريه مفيش استعجال عليها. الناس مفاهيمها غلط، فاهمه انها لما تخلص كله في مره واحده يبقى قللت فلوس وانجزت في الوقت. لا، اللي بيحصل عكس كده. اولا تركيز الجراح في مكان واحد او مكانين بالكتير عشان يدي شكل جمالي غير لما يكون بيشتغل في كذا مكان. ده اول هام. الهام التاني فترة النقاهة في عملية ساعتين غير عملية ست ساعات. الحركة بتاعت المريض بعد العملية، ودي ضرورية جدا عشان عمليات النحت دي بنخاف فيها من ان يحصل لا قدر الله تجلطات في الرجل او كده. دي من المضاعفات اللي لازم الجراح يبقى واعي بيها، وليها احتياطات امنيه بتتعمل جوه
العمليات وانا شغال، بيبقى في زي بامب كده محطوطه زي الشراب الضائع، بيتنفخ هواء ويفضى من الهواء، بيسموها ايفي بامب، جوه العمليه مركبينه في رجل العيان او رباط ضاغط، وبعد العمليه يقوم بسرعه. الكلام دوت في ساعتين عمره ما يحصل تجلطات، 6 ساعات ممكن لا قدر الله يحصل بتاع، ما حتى وانت مستخدم الاجهزه دي. التوفير بقى اللي قال لك ايه باكج على بعضه، طب ما انت لو طلعت على الرعايه يعني انسى بقى المصاريف خالص، الفلوس هتبقى متلتله رعايه متلتله. فيعني ايه الرجوع للشغل، انت معظم الناس دلوقتي شغاله ما تقدرش تاخد فترات اجازه كبيره، فعمليه صغيره واخد لها 2 3 يوم من اجازتي، وبعدين عمليه صغيره تانية خد لها يوم، ما حدش هيحس في الشغل ان انا معجز مع الشغل. لكن لما اروح اختفي عن الشغل شهر ولا شهر ونص، طب ما هو كده انا هيقولوا لي مع السلامه. فلا، ما الميجا لايف سكشن موجود ومكتوب في الكتب، وما بيتعملش في امريكا مبدئيا، امريكا بتحب الحاجات تبقى سيف قوي، وتاني مش ما بيتعملش في امريكا. في امريكا توصل لخمسة لتر ترمي القلم زي كده في الامتحان، لما يقول لك ايه رن الجرس، سيب القلم الجرس. سيب القلم سيب القلم سيب القلم اللي انت بتشفط بيها. في اوروبا مبحبحين شويه زينا، فتلاقيهم ممكن يوصل ل 10 و12 و13 ريسكي. في مخاطر مالهوش لازمه. نورت وشرفت وابدعت كالعاده. الله يخليك ضيف العزيز، الاسم العالمي الكبير، واحد من الاسماء الاكاديميه الكبيره، واحد من الميجا ستار العالم جراحه التجميل، واسم نفتخر بقبول دعوتنا الاستاذ دكتور احمد الشحات، استاذ جراحات التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس، صاحب زماله جراحات التجميل من جونز هوبكنز الامريكيه، وعضو العامل بالجمعيه المصريه لجراحي التجميل، الاسم الشهير. شرف كبير منورك معنا. شكرا جزيلا، خليكم دايما مع الناس الحلوه. الاستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم في واحدة من أهم حلقاتنا مع واحد من قمم علاج تأخر الإنجاب والإخصاب المساعد في مصر والوطن العربي. الموضوع النهاردة مهم جدا جدا، وهبدأ الموضوع من منطقة مهمة اسمها الولادة القيصرية، من ضمن النقاط المهمة جدا المرتبطة في موضوعنا النهاردة مع واحد من الأسماء القديرة في عالم تأخر الإنجاب والإخصاب المساعد، عالم النساء والتوليد. بلا شك سعادة كبيرة وفخر لينا أن يكون معنا ضيف العزيز، واحد من ميكا ستارز هذا المجال، أستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعيات الأوروبية والأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات مراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية وعلاج تأخر الإنجاب. أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور أيمن، منورني. الله يخليك. اللي أنا قلته ده قلته صح ولا أنا؟ قلت صح جدا جدا فعلا. أنا كير. رأيت في عينيك علامات يعني ان انت اتبسطت. لان هو اكيد كلام صحيح 100%، وخصوصا القيصرية. ليه القيصرية؟ لان القيصرية بيتم فتح كامل في الجدار الرحم. الرحم ليه جدارين، جدار امامي وجدار خلفي، عشان نوصل للجنين داخل الرحم في اثناء القيصرية، فاحنا بنفتح جدار البطن بطبقات جدار البطن لحد ما نوصل للجدار بتاع الرحم ونفتح جدار الرحم. جدار الرحم الامامي لازم نفتحه كاملا، مش الخلفي، مش الخلفي، مش اللي ورا الجنين، لازم نفتحه كاملا عشان الجنين نقدر نخرجه. طيب خرجنا الجنين، المفروض هنرجع نقفل الجدار الرحمي الامامي. ده غالبا بنسبه كبيره ما بيحصلش فيه عمليات استئصال الاورام اللي فيا، انا مش مضطر ان انا افتح جدار الرحم بالكامل، انا بفتح جزء بس صغير وبستخلص الورم وبقفل الجزء من جدار الرحم، لكن في القيصرية بيتم فتح كامل الجدار بتاع الرحم. ودي الحالة اللي احنا نتكلم عليها النهاردة يا دكتور أيمن، الحالة اللي هي
ولدت قيصرية بداعي طبي يستدعي فعلا كده أو بدون داعي طبي يستدعي كده، وده للأسف وبيحصل كتير في الفترة اللي احنا فيها، وخصوصا وما زال بيحصل ليه قيصرية عند الطلب للأسف يعني. وإحنا حتى عندنا في مصر معدل قيصريات من أعلى المعدلات للأسف في العالم كله. المهم فتمت الولادة القيصرية، وبعد الولادة بشهرين ثلاثة سنتين ثلاثة ابتدت في أعراض تظهر عند الزوجة ما كانتش موجودة أصلاً قبل ما تحمل ولا تولد. الأعراض ديت إن هي كان ابتدى يحصل لها بعد الدورة ما تخلص، ابتدى يحصل نقط دم يوم يومين ثلاثة أسبوع، يعني الدورة نفسها بتقعد 3-4-5 أيام الوقت الطبيعي اللي هي متعودة عليه، وبعد ما 3-4-5 أيام دول يخلصوا بتقعد أسبوع 10 أيام كمان نقط اللي احنا بنسميها بالإنجليش بوست منسترال سبوتينج، يعني سبوتينج يعني تنقيط. العرض التاني المشهور أو يعني السيناريو اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، الزوجة اللي عملت قيصرية وبعد القيصرية ابتدت تشتكي من التنقيط ما بعد الدورة. العرض التاني انها في ألام موجودة في أسفل البطن في المنطقة بتاعت الحوض، وخصوصا أثناء الدورة، وخصوصا ممكن كمان يحصل أثناء العلاقة الزوجية. فالألام والنقط النزيفية اللي بتحصل دي عرضين مهمين جدا تتماشى هي مع الأعراض وتنتظر ويعدي سنة 2-3-5 وتفكر إنها تحمل تاني، وتبقى هنا المشكلة إن تفكر إنها تحمل تاني ما بتحملش، وأحيانا إذا حملت الحمل ما بيكملش. تمام؟ ساعتها إحنا كمراكز علاج تأخر الإنجاب بنشوف الحالة في المرحلة دي، في مرحلة إيه؟ مرحلة إن الحمل متأخر. بداية الحكاية ما كانش فيه حمل متأخر ولا حاجة، حملت عادي جدا وولدت ولادة قيصرية، بس بعد القيصرية فترة شهور وسنين في أعراض، وآخر هذه الأعراض هي تأخر الإنجاب. لما جت لنا لقينا فيها موضوع حلقة النهاردة اللي هو النش. إيه بقى النش؟ احنا اتفقنا ان في القيصرية احنا بنعمل فتح كامل في الجدار بتاع الرحم، المفروض اللي يفتح حاجة بيخيطها. تمام، الطبيب خيطها، لما خيطها الطبيب جايز يكون في حاجات حصلت اثناء الخياطة دي، وجايز يكون التئام الزوجة نفسها او طبيعة التئام الزوجة نفسها هو اللي حصل فيه حاجة، يبقى الإجراء الجراحي نفسه أو الالتئام ما بعد الإجراء الجراحي. طيب الإجراء الجراحي نفسه المفروض، ودي بيعملوها كل الدكاترة طبعا ما فيش فيها مشكلة، أنه بيعمل حاجة اسمها كوابتيشن. يعني كوابتيشن يعني بيجيب الحرف على الحرف، الحد على الحد، لنعتبر ان ده حد وده حد، يبقى الحدين كده قدام بعض، او الحافتين بالظبط كده، ما يبقاش في واحد اعلى من التاني بتوع الرحم بالظبط كده، بتوع الجدار بتاع الرحم بيتفتحوا دول، يبقوا قدام بعض كده، ده رقم واحد. رقم اتنين، طبيعه الغرز اللي تتاخد ما تكونش غرز نوع كده اسمه هيموستاتيك سوتشز، يعني الغرز بتتاخد وتتعمل عقده بحيث العودة تبقى عنيفة جدا لدرجة انها تمنع وصول الدم للمنطقة اللي فيها الجرح. الله، ما انا مش عاوز دم، انا مش عاوز دم، بس انا مش عاوز دم كتير، انا عاوز جزء قليل من الدم ما يحصلش منه نزيف، لكن هذا الجزء القليل يدي فرصة للأنسجة انها تلتئم، يغذي الأنسجة بالظبط. فلو في بالبلدي كده تقريض جامد والجراح بيدوس جامد على الغرزه بتاعه الخيوط الجراحيه، ممكن هو يؤدي الى ان مفيش ولا نقطه دم توصل للمنطقه ديت، فيحصل المنطقه ديت التئام غير سليم. انا بقول نماذج وفي صور تانية كتير، لكن مش بس ده السبب، مش بس ده اثناء الاجراء الجراحي اثناء القيصريه، لا، طبيعه التئام الانسجه نفسها، الزوجه نفسها طبيعه التئام الانسجه بيبقى فيها نسيج ليفي كتير. يعني ايه نسيج ليفي؟ يعني نسيج ميت،
نسيج ميت، فكل ما كان منطقة الجرح فيها نسيج ليفي كتير، فيها فايبروزس كتير، نسيج ليفي نسيج الميت ده يعني معناته ما فيش دم كفاية وصل المنطقة دي، فيحصل ضعف في جدار الرحم. النسيج ده بيبقى ضعيف. بيبقى ضعيف. طيب أني جدار زي ما قلنا دكتور أيمن، الجدار الأمامي. الأمامي. الجدار الأمامي طبعا ده اللي احنا بنفتحه ونخرج منه الجنين. طيب لما يكون الجدار ضعيف فبيحصل حفرة، حفرة في الجدار بتاع الرحم. رغم ان الرحم بيصغر؟ رغم ان الرحم بيصغر، لكن الجزء ده بيكون اصغر من بقية سمك جدار الرحم. فيبص. كان في زمان كده في الافلام والمسلسلات العربي القديمة، البيوت اللي معمولة من الطين، البيوت الجميلة دي، كان فيها حاجة اسمها طاقة كده، طاقة دي مش حفرة، لا دي طاقة، دي قصدي مش خرم، لا دي طاقة، دي حفرة وتحط فيها لمبة جاز. تمام؟ عارفها طبعا. تمام. نفس المنظر ده بيكون موجود جوه الرحم. تعال نشوف الصورة اللي احنا شايفينها بالسونار دلوقتي، دي صورة بالسونار، مقطع طولي كده في الرحم، في الجزء الفوقاني اللي هو الجدار الأمامي للرحم ده في أعلى الصورة، وفي جزء تحت اللي هو الجدار الخلفي للرحم ده في أسفل الصورة، ما بينهم في منطقة سودة يا دكتور أيمن. المنطقة السودة دي التجويف بتاع الرحم. المنطقة السودة دي إيه؟ تجويف الرحم. تجويف الرحم. بس شايفين المنطقة السودة بالعرض دي، في طالع منها حاجة بالطول كده، بزة كده، إيه ده؟ هو ده النيش، هو ده الحفرة اللي في الجدار بتاع الرحم. الحفرة دي نتيجة إيه؟ نتيجة التئام غير كامل للأنسجة في جرح القيصرية، ونتج ما يسمى بالنيش. طيب هو ده مشكلة؟ ده مشكلة. مشكلة طبعا. مشكلة. لو جبنا الصورة تاني كده، معلش لو ينفع نجيب الصورة تاني كده، المنطقة السوداء اللي بالعرض دي، الصورة دي اتاخدت امتى؟ الصورة دي اتاخدت في أيام ليس لها علاقة بالدورة. ايه ده؟ هو المفروض ايام مفيش دورة يبقى الرحم فاضي ولا مليان؟ مفيهوش دورة يبقى فاضي، مفيهوش دم، مفيهوش سائل. تمام. طيب الصورة دي متاخدة في ايام مفيش فيها دم، يعني المفروض يكون الرحم فاضي. مش طبيعي ان انا الاقي السواد ده جوه الرحم. امتى؟ في الفترة ما بين الدورة والدورة. ده مش طبيعي. السواد ده يدل على سائل، يبقى في سائل موجود جوه الرحم. ومش طبيعي ان السائل ده يكون موجود. معلش بداية الحكاية دكتور ايمن فكرني، معلش بداية الحكاية قيصري. الله ينور عليك، قيصرية. وبعد والقيصرية بعدها بفترة شهور او سنين تكون النيش. قيصرية بعدها حتة بزر. نيش. النيش اللي هي حتة ضعيفة في الجدار الامامي بتاع الرحم اللي احنا شايفينها في الصورة ديت. طيب لما الدورة تنزل هل كل دم الدورة هيخرج على بره؟ لا، مش كل دم الدورة هيخرج على بره. ده في شوية هيتحوشوا جوه كده، هيتحوشوا جوه النيش. تمام؟ في مثل في الطب كده كنا بنقول الطلبة واحنا بندرس لهم، عفوا يعني المية لما تركض تعفن. المية لما تركض أي تعفن. حاجة استجننت في الجسم هيحصل فيها بالزبط. كوارث. بالظبط. اللي راكد بقى في الرحم في النيش ده في الحفره دي، ده دم اسوأ من الميه بكتير. دي المنبه بتاعت البكتيريا مثلا. ايوه، منبه يا معلم. منبه مع البكتيريا لما بتشوف دم يقول لك منبه يا معلم. بالظبط. الله ينور عليك. بس انت جبتها من الاخر، المنبه دي. الله ينور عليك والله العظيم، برافو عليك ما شاء الله. البكتيريا بقى اللي هي المنبه دي، البكتيريا هتعيش على الدم اللي موجود في الحفره دي، الدم اللي موجود في النيش ده، وتعمل التهاب في الجدار بتاع الرحم كله. والتهاب بتاع الجدار بتاع الرحم كله اللي هو ايه؟ اللي هو بطانة الرحم فيها التهاب. الارض فيها جرثومة، الارض لن تستقبل البذرة، وهو ده السبب الاساسي والرئيسي في عدم حدوث الحمل في حالات النيش ما بعد القيصرية. هنعالجه ازاي؟ هنلحق نقول ازاي لما نشوف الرسمه الثانيه بقى او الصوره الثانيه. النيش ده هيتصلح، يعني هيتصلح، لازم يتصلح. حلو الجمله دي. حضرتك هي هتيجي تقول لي حضرتك انا جاي اعمل حقن مجهري، حضرتك عندك نيش وعامل التهاب في الجدار بتاع الرحم، ولو عملتي 10 حقن مجهري هيفشلوا. تاني هتقمص دور
جوزها مثلا مثلا يا باشا احنا عايزين نعمل حالة مجهري ويعني ظبط القصه وخلاص بالظبط ندخل بقى مش انا مش عايز افتح على نفسي فواتير. الله ينور عليك الله ينور عليك دي الجمله دي بتتقال ده هايل 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 بالظبط استاذ والله فلا حضرتك لا احنا مش بنفتح فواتيح احنا بنعمل الصح. لو حضرتك سيبنا هذا النيش بالميكروبات المتحوشة فيه بالالتهاب المزمن الموجود في البطانة بتاع الرحم لو زرعنا 100,000 جنين مش هيحصل حمل، حتى لو حصل حمل مش هيكمل هيبقى اسمه حمل كيميائي او حمل ضعيف تمام. فعشان كده النيش ده لازم يتصلح. بنصلحه بالايه؟ بالمنظار. يا منظار رحمي بس يا منظار بطن ورحم. طبعا خلاص يعني الأستاذ المشاهدين عارفين يعني ايه منظار بطن من خلال بطن منظار رحمي يعني من خلال مهبلي ثم عنق الرحم ثم رحم. يبقى هيتصلح يعني هيتصلح. حتى لو هتعملي حقن مجهري لازم تصليح النيش. ولو مش هتعملي حقن مجهري وعندك اعراض منها تاخر حمل لازم النيش هيتصلح تمام. طيب التصليح ده بناء على ايه؟ منظار رحمي بس ولا بطن ورحمي؟ بناء على عمقه قد ايه، الجزء الباقي من جدار بتاع الرحم قد ايه، وجدار الرحم كله سمكه قد ايه. دكتور ايمن معلش عمقه دي اللي هي مكتوب عليها حرف ايه؟ عمق النيش. لا مش هشوفها من هنا. طيب انا هقولها لحضرتك الدبث اللي هو دي هو دي انا بتوقع يعني لا مش هقول لك ان انا شايف يا حرف الدي ده بعيد قوي عليا في سهم كده بالعرض كده دي ده هو العمق بتاع النيش داخل قد ايه في جدار الرحم تمام. الباقي من جدار العضلي بتاع الرحم قد ايه اللي هو السهم المحطوط عليه ايه السهم المحطوط عليه ايه تمام والسهم الثالث الجدار الرحمي كله. الثلاث ارقام دول اللي هو العمق او الارتفاع العمق بتاع النيش الحفره بتاعته تمام الباقي من الجدار بتاع الرحم ثم سمك الكامل جدار بتاع الرحم. الثلاث ارقام دول على حسب معادلات ما بينهم احنا بنقرر يا إما ينفع تصليحه بمنظار الرحم من تحت بس يا إما لازم يتصلح عن طريق منظار البطن والرحم. وده محتاج حرفية ومحتاج أجهزة وفضل الله الحمد لله قدرنا في مراكز رياضة الخصوبة إن احنا نعالج حالات زي كده وحمله حتى قبل ما يوصلوا بمشيئة الله لمرحلة الحقن المجهري. قمة قديرة في عالم تأخر الإنجاب بيمتعنا بلا شك بالشرح والتفصيل لواحد من أصعب المواضيع وأكيد الحوار معه ممتع مستمر مع ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكلية الطب قصر العيني استشاري علاج تأخر الإنجاب وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية ضيفي العزيز ميجا ستار هذا المجال نورتنا وشرفتنا. خليكم دايما معنا سحابة. الأستاذ الدكتور محمد وائل محمد مصطفى أستاذ واستشاري أمراض السمع والاتزان دكتوراه طب السمع والاتزان جامعة عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية أيرلندا لطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة عضو الجمعية الدولية لطب السمع والاتزان عضو الجمعية المصرية لطب السمع والاتزان EAVMA مؤلف كتاب سمع هوس لأمراض الأذن مؤلف كتاب طنين الأذن. أهلا بكم. موضوع الحلقة بتاع النهاردة لأول مرة نتكلم فيه تأخر نمو اللغة تأخر ظهور الكلام عند الأطفال. خلي بالكوا إن أنا ملاحظ حاجة مهمة قوي قوي. إحنا جيل كان عندنا اللغة العربية ليها أهمية خاصة وأنا كنت من المحظوظين اللي اللغة العربية كانت في حياتي ليها عشق خاص كنت بحبها وكنت من المحظوظين جدا 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 إن أنا من الجيل اللي يعني تعلمنا حفظ القرآن حفظنا القرآن ويمكن الناس يعني انا حفظت القران كله يعني اتميت حفظه كله وانا في سته ابتدائي
قعدت احفظ 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 لغايه سته ابتدائي كنا حافظينه كله. وبعدين قعدنا نحفظه تاني طبعا نسينا، فقعدنا نحفظ تاني في اعدادي وثانوي برضو قعدنا نسينا في الكليه قعدنا نحفظ ثالث. ف يعني حفظ القران وقراءه القران تفرق جدا في اللغه، تفرق جدا في قدره التعبير، مش تفرق جدا، فرق مهول. قريت بحث لدكتوره متميزه للغايه، هرجع بس انا ناسي البحث وناسي لان قريته من فتره طويله قوي. مضمونه بيقول ان الطفل اللي بيهتم باللغه العربيه وبيحفظ القران ده قدراته على الاستيعاب اللغوي والتعبير عن النفس اعلى بكتير جدا من الاطفال اللي ما بيدرسوش لغه عربيه وما بيقروش قران، اطفال الغرب وحتى اطفال المصريين او العرب اللي ما بيهتموش باللغه العربيه. الجيل الجديد فيه قطاع كبير ما بيقراش اللغه العربيه خالص، ما يعرفش يقراها كويس، ودول كارثه، لان هؤلاء الناس هؤلاء الشباب لا يستطيعون التعبير بشكل جيد عن انفسهم. تلاقيه عنده زي حبسه كلاميه، يجي يتكلم تلاقيه مش عارف يعبر، بيبقى ذكي بس مش قادر يعبر عن مشاعره بكلام واضح والفاظ محدده. وبدات تدخل الفاظ بديله وتعبيرات بديله عن اللغه، اصوات تعبيرات ملهاش معنى، جمل ملهاش معنى. طبعا ده ضر كتير جدا، لكن نمو اللغه عند الطفل شيء مهم. كمان في حاجه لازم اسال فيها ضيف العزيز، في بعض الاسر الميسوره بتجيب مربيه اللي عندهم معاهم فلوس، يعني بيعملوا كارثه اسمها يجيب مربيه بتتكلم لغه اجنبيه انجليزي مثلا تربي الولد، ام مشغوله اب مشغول، الولد بيسمع أو بيسمع لغتين في نفس الوقت وهو بينمو، عربي وانجليزي او عربي وفرنساوي، فالواد بيطلع متلخبط. شفنا مشهد مشهور جدا او قصه مشهوره في مسلسل رائع لممثل عبقري هو باسم سمره، كان مسلسل بنت اسمها ذات، كان عنده طفل، الواد كبر ما بيتكلمش غير انجليزي بس، بيرد بالانجليزي وبيتكلم انجليزي وما بيردش بالعربي خالص. ايه القصه دي؟ هو ده ممكن يحصل؟ يعني مع الناس بتقعد تتفرج على الكرتون بالانجليزي وفي ولاد صغيرين بيتكلموا زي بتوع الكرتون، بينطقوا اللغه بتاعت الكرتون بطريقه الكرتون. فدي برضو حاجات هنسال فيها النهارده الضيف العزيز القمه العلميه الكبيره والاسم اللامع في عالم امراض السمع والاتزان وامراض الانف والاذن والحنجره، ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد وائل محمد مصطفى، الاستاذ والاستشاري امراض السمع والاتزان، دكتوراه طب السمع والاتزان من كليه طب جامعه عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه الايرلنديه، عضو الجمعيه الدوليه لطب السمع والاتزان والجمعيه المصريه لطب السمع والاتزان، والمؤلف لكتاب سمع هس الامراض الاذن وكتاب طنين الاذن الاسم العريق. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اختيارك لهذا الموضوع شديد الاهميه الحقيقه، لكن ايه هو تاخر؟ يعني امتى اقول ان طفلي عنده تاخر في اللغه والكلام؟ هنقول في تاخر لو احنا عارفين الطبيعي ايه، اي حاجه عكس الطبيعي يبقى في تاخر. ايه الطبيعي؟ الطبيعي ان مثلا الطفل بيناغي على سن 6 شهور، ان الطفل يبدا يقول كلمات على سن سنه، ما بين 9 شهور لسنه يبدا يقول كلمات، على سن سنه ونص بيكون بيردد 50 كلمة مفهومه، على سن سنتين يبتدي يكون جمل تتكون من كلمتين، على 3 سنين يبدأ يتكلم يحط جمل من 3 كلمات أو أكتر، على 5 سنين يبدأ يسأل ليه وعشان إيه وإزاي وفين، ويبتدي يستفهم عن الأشياء وممكن يحكي حكايات مفصلة. فده النمو الطبيعي بتاع اللغة. المشكلة إن اللغة والكلام، يعني اللغة معناها إيه والكلام معناه إيه؟ اللغة معناها فهم الطفل للكلام، يعني لما تقول له مثلا روح هات لي ميه من التلاجة هيروح يجيب ميه من التلاجة، ممكن ما يعرفش يقول ولا كلمة من دول لكن فاهم معناهم، دي اسمها اللغة. الكلام هو الأصوات المنتجة أو المنطوقة، دي بنسميها الكلام. ففي أطفال ما بيتكلموش لكن اللغة بتاعتهم هايلة، فيفهم كويس قوي الكلام بس ما بيتكلمش، فده يبقى عنده تأخر في الكلام فقط لكن اللغة عنده سليمة.
لكن اللي عنده تأخر في اللغة دايما يبقى عنده تأخر في الكلام، انه طالما مش فاهم الكلام اللي سامعه مش هيقدر ينطقه يعبر عنه او يرد عليه يعني. يرد عليه. ايه اللي يخليني اقلق؟ العلامات المبكرة اللي تنذر وتقلق الابوين وتقول في نقص خطر، الواد ده عنده مشاكل في اللغة والكلام. المقارنة مع الأقران، يعني هي تقارن طفلها مع طفل عنده نفس السن وتلاقي الطفل التاني عمال بيتكلم ويقول كلمات وابنها لسه ما نطقش ولا كلمة، فده يخليها تقلق. لو هي في بيت عيلة مثلا وولاد العم وولاد الخال بيتكلموا كويس، لا والطفل بتاعي ما بيتكلمش، لو الطفل بتاعي بينطق الكلمات فيها خلل، فيها لدغة، في حروف ما بينطقهاش، في حروف بتقع منه، بيبدل حروف مكان حروف، برضو تبتدي تقلق. فدي الحاجات اللي هي المؤشرات اللي تخلي الأم أو الأب يتحرك ويشوف إيه المشكلة. ممكن سمع ضعف السمع الولد يكون عنده مشكلة في إنه ما بيسمعش، هو يكون سبب في ده؟ سبب رئيسي يعني، هو الكلام عبارة عن جهاز ربنا خلقه اللي يتكون من اللسان والحنجرة والبلعوم عشان إنتاج الكلام، والمخ والسمع. اللي مش بيسمع عمره ما هيتكلم، ان اللغة والكلام شيء مكتسب. لو خدت طفل حطيته في مجتمع انجليزي هيتكلم انجليش، حطيته في الهند هيتكلم هندي، لانه شيء مكتسب، فلازم يسمع علشان يتكلم. لكن هو لو ما بيسمعش، لو حطيته في اي بيئة مش هيتكلم. عشان كده بيحصل لخبطة لبعض الاولاد اللي بيبقى لهم مربية بتتكلم انجليزي في البيت، فبيمه وبيسمع انجليزي وعربي في نفس الوقت، الولد ممكن يتلخبط. انا شفت حالات مماثله فعلا، يعني اب وام كانوا عايشين في الكويت والمربيه من جنسيه اجنبيه وبتتكلم انجليش، وكمان الانجليش بتاعها ما هوش يعني الاكسنس السليمه بتاعه الانجليش، لا الانجليش بتاع الدوله بتاعتها اللي هو ايه، فهو الطفل بيتعلم الانجليش بطريقه كمان غلط. بيتكلم انجليزي باللهجه الهنديه؟ مثلا بالهنود. انت ما قلت غلط، هو بالهنود بيتكلم انجليزي غريب يعني. فده ادى ان هو الطفل بيتكلم، لا هو بيتكلم عربي كويس ولا بيتكلم انجليش كويس. فدي المشكله، هما الاثنين بيشتغلوا لاخر اليوم وسايبينه طول اليوم مع المربيه. بمناسبه الانشغال، في اسر بتنشغل عن اولادها فبتحطه قدام الكرتون، فالواد يطلع بيتكلم زي الكرتون ده بجد. انا شفت بقى الحاجات دي قدام عيني، الواد بقى يطلع يتكلم يعني اريد ان اذهب، يتكلم بقى بالخنفه بتاعت الكرتون، ونعم يا سيدي اريد ان العب هناك في الحديقه لقد اكلوا اكلي، فالولا يقلد. هي القنوات دي كارثيه، ان احد الاسباب الرئيسيه لانتشار التوحد القنوات دي، قنوات خصوصا القنوات اللي بتعمل اغاني للاطفال وقنوات والكرتون، والطفل بيبهروه اولا بصريا فبيشدوه للشاشه، بعد كده يبتدي يشدوه للنغمه، فالطفل يحب الصوت الموسيقى عن الكلام بتاعنا، فمامته تقعد تنادي عليه وتكلمه بالساعات ما يبصلهاش، لكن لو سمع صوت الكرتون اللي بيحبه من اخر البيت يطلع يجري عليه. فدي كارثه يعني، القنوات دي كارثيه. والموبايلات طبعا في ايدين الاطفال والتابلت والحاجات دي احد الاسباب الرئيسيه للتوحد وتاخر اللغه والكلام. يا نهار اسوح، يا نهار اسوح على اللي بيحصل في فيك يا مصر. في ناس ما فيش علم، ما فيش ثقافه، تلاقيهم يعني مقتدرين وتلاقيهم متعلمين وما عندهمش ثقافه، تلاقي مدي الواد ابنه تابلت حطه قدام الواد عنده سنتين ثلاثه والتابلت محطوط له في البتاع الجراره اللي بيبي او العربيه اللي بيجروا فيها. ما ياكلش ولا يشرب غير لما يكون عنده الكرتون او كرتون والتابلت والكلام. شايف ان ده كده بيدلعه يعني، او بيعمل له حاجه تدل على يعني على الرقي والسرعه، هو بيعمل كارثه له، بيعمل مصيبه بالزبط. يعني الطفل هنا ممكن يدفع ثمن غالي، ممكن يقعد فتره طويله ما يتكلمش. الفتره الذهبيه لتعلم اللغه والكلام أول 5 سنوات في العمر، لو عدوا خلاص أنت مش هتطلع واحد بيتكلم بطريقة سليمة. وبناء على ذلك كانت مبادرة السيد الرئيس بالكشف المبكر طبعا عن ضعف السمع،
فدي بصراحة أحد الإنجازات العظيمة اللي تحسب لسيادة الرئيس. مبادرة عبقرية وجديدة يعني ما تعملش يعني من ضمن المبادرات الصحية المهمة جدا، لكن كمان كانت جديدة جدا، ما فيش حاجة في يعني اتعملت في مصر مهتمة بالبحث عن ضعف السمع. لكن إيه الأسباب اللي تخلي الطفل صغير يبقى عنده ضعف السمع؟ أسباب كتير، ممكن أسباب ناتجة عن جواز القرايب، مشاكل أثناء فترة الحمل خصوصا في الثلاث شهور الأولى، الأم تعرضت لنزيف، تعرضت لحمى، تعرضت لأي إصابة، أخذت أدوية ممكن تأثر على الجنين خصوصا في أول ثلاث شهور، بعد كده الولادة وأحداث الولادة. أحيانا الدكتور بيبقى مصر أن يولد الست طبيعي، يعني بالنسبة لنا الولادة القيصرية بتبقى أكثر أمانا بالنسبة للسمع. الولادة الطبيعية فيها مخاطر، لا ممكن تأثر أول حاجة على سمع الطفل. عايز أسأل على حاجة بقى، لو أنا عندي طفل أنا شاكك هو ما بيسمعش كويس، ولا عنده توحد مرضي، ولا بيسرح، ولا بيستعبط؟ سؤال رائع. سؤال رائع، لأن أغلب الناس اللي بتيجي تكشف يقول لك أنا كنت فاكره بيستعبط، أنا فاكره بيطنشني. لا، هو لازم حضرتك تعمل اختبار سمع للطفل عشان تستبعد ان في ضعف سمع. ان في انواع من ضعف السمع بيسموه ضعف السمع خفي. يعني ايه خفي؟ يعني في ترددات سليمه وترددات ضعيفه. الترددات السليمه تيجي تنادي عليه يبص لك على طول زي الفل، وفي الترددات العاليه بتاعته ضعيفه فتاثر على الكلام بتاعه. ودي مش حاجه يمكن هتكتشفها في البيت، دي لازم يعمل الاختبارات اللازمه عشان نكتشفها. فهو في حاجة اسمها ضعف سمع خفي لا تظهر إلا بالاختبارات، وممكن تؤدي إن الطفل ما يتكلمش. وفي بعض الزملاء الأطباء يعني في عياداتهم دكاترة أطفال أو مخ وأعصاب يقول له لا ما تستعجلش، هو لسه قدام العمر، ما تكشفش عليه وبتاع، شوية شوية هيتكلم. يقضي أول 5 سنين في عمر الطفل مطنش وسايب الواد ما بيتكلمش، يقول لك بكرة هيتكلم بكرة هيتكلم، وفي الاخر يطلع عنده ضعف سمع شديد هو اللي مسبب التاخر بتاعه في الكلام. فيبقى هو ايه، ضيع فرصه على الطفل ان هو يتعالج بسرعه، على عكس اللي الدوله بتعمله ان هي عايزه تكشف مبكرا عن ضعف السمع ونعالج ضعف السمع في وقته علشان الطفل يتكلم بطريقه طبيعيه. يعني انا لو عالجت ضعف السمع في وقته معناه انه على سنه هيقول بابا وماما ويبتدي يتكلم زي اي طفل طبيعي. الفحوصات اللازمه لتشخيص ان ضعف السمع للاطفال، ضعف سمع الأطفال، الفحوصات اللازمة بنبدأ الأول حاجة بالتاريخ المرضي اللي بناخده من الأب أو الأم أو الطفل لو بيقدر يتكلم يوصل المعلومة يعني. وبعدين بنعمل فحص للأذن، بعدين ضغط أذن، انعكاس صوتي، قياس سمع بالنغمات النقية إذا كان الطفل هيقدر يتأقلم معها، ما قدرش يتأقلم بنعمل اختبار سمع بالكمبيوتر. اختبار سمع بالكمبيوتر بيقيس السمع والطفل بيبقى نايم هادي جداً، ما بيتدخلش خالص في الاختبار، فبيبقى أكثر دقة طبعا من أي اختبار تاني. تأثير ضعف السمع على القدرات الخاصة بالنسبة للطفل، النمو العقلي بالنسبة له، الإدراك بتاع الطفل بيختلف تماما طبعا لو هو بيسمع سمع طبيعي. وده لاحظناه بعد عمليات زراعة القوقعة مثلا أو بعد ما بيركب السماعات الطبية. لا، الأم والأب بيرجع يقولك لا خلاص بقى متفاعل، بقى بيفهمه زاد، ما بقاش ينسى المعلومات في المدرسة زي الأول. لا، إدراكه بينتقل نقلة فظيعة. السمع مهم جدا للإدراك والإحساس بالمجتمع والتواصل والتلقي المعلومات وإن هو يدي المعلومات ويبقى فيه مشاركة مع المجتمع اللي حواليه. إيه طرق علاج بقى ضعف السمع عند الأطفال؟ هو إحنا حتى الآن ما فيش علاج دوائي لضعف عصب السمع والضعف السمع الحس العصبي اللي هو الغالب في الأطفال، ولكن في تجارب طبعا شغالة زي ما اتكلمنا قبل كده في الحلقات السابقة في برنامجنا العظيم ده. فالتجارب دي واعدة جدا، وصلت للمرحلة الرابعة في الأبحاث. إن شاء الله هيكون في دواء لضعف السمع الحسي، ولكن لغاية ما يظهر الدواء ده ما اقدرش اضيع أول 5 سنين في عمر الطفل وأنا مستني. ممكن الدواء ما يطلعش، ممكن يطلع ما ينفعش مع الطفل بتاعك، فإحنا مش هنضيع اللغة والكلام في انتظار دواء لسه مش عارفين هيعمل ايه. لا، احنا لازم نستخدم السماعات الطبية المظبوطة
وناخد التخاطب المظبوط عند طبيب التخاطب وبعد كده نستنى الدواء براحتنا. ده ليه؟ ده عشان العصب بتاع ما يحصلش فيه ضمور. العصب ما فيش تنبيه هيحصل فيه ضمور. فلو حصل ضمور مش هنقدر نعالجه، ما فيش دواء بيعالج ضمور العصب. ايه دور التدخل المبكر في ان ننقذ الطفل من مشاكل نتيجه ضعف السمع بتاعه؟ الطفل ما بيسمعش معناه انه غير مدرك للي حواليه. مامته بتكلمه ومش حاسس بكلام مامته ولا بابا ولا اي حاجه. اول ما بنركب مثلا السماعات الطبيه، لا الطفل بدا يستجيب، مامته تكلمه يبص لها، بقى في تفاعل. في اطفال يعني حسب مستوى ذكاء الطفل، في اطفال ذكيه جدا بمجرد ما بيلبس السماعه الطبيه بيضحك وبيبتسم ويبتدي يتفاعل مع الاب والام، بتبقى لحظه سعيده جدا. لا ده الطفل بتاعي بدا يسمع اهو الحمد لله. فلا بتفرق كتير طبعا. تدخل مبكر معناه ان هيتكلم طبيعي وعيش حياه طبيعيه زي اي طفل اتولد طبيعي. ازاي الوالدين الاب والام الاسره تدعم طفل عنده تاخر كلام بسبب ضعف السمع؟ اول دعم ان احنا الكشف المبكر، يعني في تاخر في اللغه والكلام اعمل قياس سمع على طول عشان استبعد النقطه دي. تمام. الخطوه الثانيه طبعا ان انا طريقه كلامي مع الطفل ما تبقاش زي ما بتكلم مع الكبار، لا كلامي لازم يبقى بطيء، الكلام واضح، المخارج واضحه، احاول اعمل حاجه اسمها الاي كونتاكت، يعني عينه تبقى في عيني، ده معنى ان هو مركز معايا وبيلقط مني سواء حركه الشفايف او الالفاظ وبيربطها ببعض. ده بيساعد على نمو اللغه والكلام. لكن ما اقدرش الطفل اكلمه بطريقه اللي بتكلم فيها الكبار، بطريقه سريعه ومن ظهره وهو مش مركز، اقول ايه ده ما بتعلمش كلام. لا هو عايز طريقه خاصه عشان يتعلم بيها الكلام، عايز مثابره من الاب والام ان هو اول حاجه يلبسوا السماعات طول اليوم اغلب اليوم ما عدا الاستحمام والنوم، وتاني حاجه ان هو يواظب على حضور جلسات التخاطب عشان يتعلم اللغه والكلام بطريقه سليمه. الطفل اللي عنده تاثر سمعي لو راح حضانه، لو قعد في مجتمع اقران والاطفال، تفاعله معهم هيعيش ازاي معهم؟ بينعزل؟ احنا مش حابين ان هو ينعزل، احنا حابينه يعيش مع اطفال طبيعيين، وده برضو من الانجازات العظيمه اللي الدوله عملتها عن طريق الدمج، ان هو يعيش مع اطفال طبيعيين. الاطفال الطبيعيين بينقلوه ليهم، على عكس ان انا لو حطيته مع حد اقل هينقله ايه لتحت. فاحنا الدمج عمل ايه؟ عمل ان هو بدا يتفاعل معاهم، بدا يتعلم منهم، بدا يستفيد، الثروه اللغويه بتاعته بتزيد، انتباهه للاصوات بيزيد، بيحس ان هو مش مختلف عن حد. كمان دور المدرسه او المدرس او المشرف على الفصل اللي هو يحافظ له على السماعات بتاعته، يتاكد ان هي شغاله، يحاول يوصل له المعلومه ببطء، يتكلم مخارج الالفاظ تكون واضحه. ما ينفعش المدرس طبعا يكون لابس حاجه مداريه شفايفه، دي مهمه جدا في مدارس الاطفال اللي هو من النوعيه دي. ايه الفرق بين احنا عايزين نوضحه للناس، تاخر اللغه تاخر الكلام؟ تاخر اللغه ان هو مش ما بيكونش فاهم الكلام اللي بيتقال ايه، يعني المخ مش مستوعب كلمات اللي بتتقال دي. إيه؟ كانه بيسمع صيني. بالظبط، كانه يعني مصري وحد بيكلمه بالصيني، فمش يعني بيسمع كلمه مثلا ساعه، هو ايه ساعة دي؟ ما يعرفش ان الساعة دي معناها دي. عشان كده بسأل الأب والأم، بقول له هو لما بيقول ماما وبابا بيبقى قصده عليك أنت وعلى مامته، ولا بيقول بابا بابا وماما خلاص بيقولهم بعشوائية؟ ده معناه ان اللي هو عنده متأخرة لو هو بيقولهم بعشوائية. بيشاور، عمال يشاور على كوباية وعمال يقول بابا مثلا. وبيفرحوا بيه ان هو بيقول بابا وخلاص. بس عمال يشاور على كوبايه مثلا، هو قال بابا وماما. لكن لو قال بابا على بابا وماما على ماما يبقى معناه اللغه بتاعته سليمه. يعني لو ابوه داخل وبيقول عليه بابا اوكي، لكن مثلا القط بتاعه داخل وعمال يقول بابا بابا، لا يبقى هو كل حاجه عنده بابا. ايوه، فلازم نتنبه للنقطه دي. فهي دي اللغه. الكلام اللي هو الكلام المنطوق، ولازم انتبه ان الكلام طالع سليم ولا في خلل، عشان برضو اي خلل في الكلام معناه ان في ممكن يكون في مشكله في السمع، هو مش سامع حروف معينه وعلشان كده مش عارف ينطقها. لو عنده ضعف سمع خفي والترددات العاليه متاثره مش هيعرف ينطق لا السين ولا الشين ولا اغلب الحروف الساكنه. دي الحته دي عايز افهمها بقى. يعني لو عنده سمع انتقائي لترددات معينه
الحروف الساكنة اللي هي السين والشين وإيه تاني؟ والتاء والفاء والكاف. السين والشين والتاء والكاف مش هينطقهم كويس؟ آه ممكن يبدلهم بحروف تانية لأن هما بيسمعهمش كويس. ما هو سمع كويس يساوي كلام كويس. أوكي. ولا في خلل في الترددات دي معناها مش هيعرف ينطق الحروف دي. فدي بتظهر في صورة لدغة، فلما الطفل يبقى عنده لدغة بنعرف على طول إن عنده نوع ضعف السمع ده. يعني أول طفل ما يدخل عليه وأتكلم معاه خلاص بتوقع ان هلاقي ضعف السمع الخفي، وده بيحصل فعلا. قبل ما اختم بقى، جمل معينه لكل الامهات والابهات لا تفعلوا كذا لاطفالكم، لا تفعلوا 1 2 ننقي بقى حضرتك من اللي احنا قلناه، لا تفعل ايه لابنك؟ انا هقول النصيحه اللي بقولها اول ما ادخل للطلبه في كليه الطب عندي، بديله معلومتين مهمين. اول معلومه، اول 5 سنين في عمر الطفل دول السنوات الذهبيه لتعلم اللغه والكلام. لو جالك طفل متاخر في اللغه والكلام ابعته يعمل اختبار سمع مباشره، عشان كده انت بتنقذ حياته ومسار حياته بالكامل لغايه ما تنتهي. وتاني حاجه، لو جه ضعف سمع مفاجئ لمريض ابعته بسرعه، عشان لو لحقناه في اول 3 ايام ممكن يتعالج ما يلبس السماعه. فدول النصيحتين اللي بقولهم لاي اول ما ادخل للطالب، بقول له الاثنين دول اهم 2 تلتزم بيهم. وبعد كده يعني اي حد بقول له نفس الكلام. يعني عندنا رقمين مهمين، 5 و3، اول 5 سنين في حياه الطفل مهمين جدا، واول 3 ايام في حياه اي انسان يتعرض لفقد مباشر في السمع مهمين جدا. نورت وشرفت، وكالعاده حوار ممتع متفرد، ما فيش حاجه زي دي بنسمعها في اي تلفزيون في الوطن العربي بالتفصيل ده. ارجوكم انتبهوا لاطفالكم. فكرة ان حضرتك عايزة تطنشي ابنك او تتشغلي عنه في حاجة، يبقى من الاول ما كانش ينفع تكوني ام يعني، وتسيبيه بالساعات قاعد قدام كرتون محدش عارف الكرتون ده معمول في كونتنت كمان بتاعته ايه. ده في دلوقتي كوارث بتتحط في الكرتون للأسف، مش عايزين ندخل في المواضيع بقى ايه نوعية الكوارث اللي بتتحط في الكرتون. حاجة تانية مهمة جدا، ارجوك هتجيب مربية لطفلك تجيبها بعد كام سنة مثلا؟ بعد ما يعدي أول 5 سنين. أول 5 سنين، بعد ال5 سنين جيب له حد يتكلم لغة معاه تانية. أول 5 سنين خليه مركز في اللغة العربية. النصيحة الثالثة اللي بنصحها لكم، علم طفلك قراية القرآن وحفظه إنه يقرأ قرآن كتير. يا على النتيجة اللي هياخدها، مش بس في اللغة، حاجة كتير محتاجة يعني نقعد شهور نحكي على الفوائد اللي هاخدها من قراية القرآن. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد وائل محمد مصطفى، الأستاذ والاستشاري لأمراض السمع والاتزان، دكتوراه طب السمع والاتزان، زميل كلية الجراحين الملكية، عضو الجمعية الدولية لطب السمع والاتزان، عضو الجمعية المصرية لطب السمع والاتزان، مؤلف لكتاب سمع حس لأمراض الأذن وكتاب طنين الأذن الاسم القدير. نورت يا دكتور وائل واسعدتنا بهذه الزياره، متشكر على قبولك دعوتنا. شكرا يا فندم، خليكوا دايما مع ناس حلوه. اهلا بيكم. بجد زمان كانت الست بجد ما يبانش عليها التجاعيد مبكرا. كتير من الستات تلاقي توصل لغايه سن 60 سنه ومش باين عليها حاجه. دلوقتي طبعا في ناس تقول لي طب ما في ناس وصلوا السن ده ما بيبانش بالمكياج، كتير ما بيبانش بالمكياج. المكياج كاموفلاج جبار برضو، ولازم تكون انت مدقق وشايفهم حقيقه. سيبكم بقى من الفلاتر والحاجات دي، ده خلينا نرجع ليه زمان بقى. الستات زمان كانوا بيعملوا حاجات حلوه جدا. اولا زمان الستات ما كانوش بيخرجوا كتير للشمس، ده واقع. تعرض للشمس ده فاكتور خطير للغايه. الست كانت بتخرج نسبيا قليل وفي وقت معين، ودايما الستات حتى لو هيخرجوا تلاقي كان زمان يحطوا حاجه اسمها بيشه على وشهم. بتوع زمان يعرفوها كويس قوي. البيشه دي كانت حمايه من الشمس، حاجه زي كده زي من الدانتيل الخفيف الاسود بيحمي من اشعه الشمس. وكانت البرانيت موضه زمان برضه، الست تلبس برنيطه ده كانت مشهوره قوي. طبعا برضو حركات كتيرة قوي من اللي الناس بتعملها دلوقتي زي القعدة قدام الموبايلات والأجهزة الحديثة دي ليها يبدو ضرر خطير جدا. النوم يا جماعة، زمان الستات والرجالة كانوا بيناموا كويس جدا، كان معروف
الراجل يجي من الشغل الساعة 3، يعني أبويا الله يرحمه يجي لازم يتغدى، الساعة نتغدى كلنا في توقيت واحد كل الأسرة، وبعدين بابا يا جماعة داخل ينام. دي حاجة مقدسة، الأسرة كلها أولا تحترم نفسها جدا في الوقت اللي بابا نايم فيه، اللي هو من 3 لـ5، الساعتين دول يصحى يشوف بقى وراه شغل تاني أو وراه حاجة تانية يعمل. وبالليل النوم في وقت محدد، كل الأسرة بتنام، يلا يا جماعة نوم نوم، الساعة 11:30 أو 11 ننام في الشتاء، و12 في الصيف أو 1 في الصيف. الكلام ده ما بقاش يحصل دلوقتي. ليه؟ الموبايل، واحد داخل ينام الموبايل بيرن، ألوه، يصحى ما بينامش، فالتجاعيد هتظهر. كمان الحاجات المخيفة قوي دلوقتي أنواع التدخين المختلفة. زمان اللي كان بيشرب سجاير ده كان بيعير، ده بجد. دلوقتي بدل السجاير في شيشة، وبدل الشيشة في بيب، وبدل مش عارف ايه في مش عارف سيجارة الكترونية. كل ده خلى التجاعيد تظهر. طب تعالوا بقى نشوف الحل ايه للتعامل مع هذه التجاعيد. النهاردة واحدة من الاسماء القديرة البارزة في عالم الجلد، واسمه مميز للغاية، واحدة من نجوم عالم الجلد في اسكندرية، والنهاردة سعيد جدا بقبولها دعوتنا وجودها معنا النهاردة في حوار هيكون ممتع للغاية. ضيفتي العزيزة دكتورة اميرة الشال، اخصائي الجلدية والتجميل والليزر، وصاحبة دبلومة الجلدية والليزر، ماجستير امراض الجلدية والتجميل والليزر. حدلها على السلامة دكتورة اميرة. الله يسلمك يا دكتور، سعيد بوجودك معنا. انا النهاردة اكتر، ربنا يخليك. يعني احنا متشوقين للقياخي، مبسوط ان انت قابلتي دعوتنا وجيتي وتكبتي عناء السفر يعني. ربنا يخليك. قولي لي بقى من وجهه نظرك اسباب التجاعيد ايه؟ بص حضرتك، ليه البنات 20 سنه دلوقتي بيظهر عندهم تجاعيد؟ اوكي، هو المفروض ظهور التجاعيد دي عمليه طبيعيه احنا بنمر بيها كلنا، تمام؟ لان مع الوقت الكولاجين والالاستين بتاعنا اللي موجود اصلا في وشنا المفروض تصنيعه بيقل وتكسيره بيزيد، ومع الوقت كمان بيحصل فقد للدهون اللي موجودة في الوجه، ومع الوقت بيبدأ كمان شكل العظم اللي في وشنا يتغير، وكمان قوامه بيتغير، يعني دي عملية طبيعية. طيب ليه أنا دلوقتي أصبحت بشوف ممكن ناس صغيرة في السن ويطلع لها تجاعيد بسرعة؟ أهم سبب وأقوى سبب ودايماً بشوفه في الكلينيك عندي عدم الاهتمام إن احنا نحط واقي شمس، الصن إكسبوجر ده من أهم الأسباب. ليه؟ لأن أنا دلوقتي لما بتعرض للشمس أنا مش بس بغمق، لأ، كمان التعرض للشمس ده بيعمل لي كمان دمج في الخلايا بتاعتي، وبيأثر على تجديد الخلايا بتاعتي، وبيزود حاجة اسمها أوكسيداتيف استرس على الخلايا بتاعتي، فبالتالي بيعمل دمج عام فبيزود كمان التجاعيد. وبالإضافة كمان للتجاعيد ظهور التصبغات، ما دي برضو علامة من علامات التقدم في السن. فأصبح دلوقتي إن احنا نحط واقي شمس ده ضرورة، ضرورة كبيرة جدا، وفي الصيف وفي الشتاء، لأن برضو أشعة الشمس ضارة في الصيف وفي الشتاء، ودي نقطة بيغفل عنها كتير من حالتي. تاني سبب عندي لو أنا سموكر زي ما حضرتك تفضلت وقلت في الأول، لو أنا حد مدخن البلاد سبلاي أو الإمداد الدموي اللي واصل لجلدي هيتأثر. طيب لو أنا حد دايما عندي ستريس أو أنا مش بهتم بالتغذية بتاعتي أو شرب المية، ده طبعاً هيأثر على تجدد الخلايا وتكوين الأنسجة بتاعت وشي. وبرضو في سبب برضو حضرتك قلته مهم جداً، السهر، العملية الطبيعية للنوم اللي ربنا خلقنا ليها، إن إحنا ننام بالليل بدري ونصحى الصبح بدري، ده ليه علاقة بالسيل تيرن أوفر أو تجديد الخلايا، فطبعاً بيأثر جداً على ظهور التجاعيد بشكل مبكر. وآخر عامل عندي ده بقى مش هنعرف نتحكم فيه، هو العامل الوراثي، بس طبعا بالوقايه ممكن نقلل شويه من فرصه ظهور. ايه طرق الوقايه؟ طرق الوقايه زي ما احنا قلنا، اهم سبب واكتر سبب التعرض للشمس، لازم اختار صن بلوك او واقي شمس مناسب ليا واحطه عشان احمي نفسي من الاضرار اللي احنا لسه متكلمين عنها. تاني سبب او تاني طريقه للوقايه ان انا اعمل نظام غذائي مناسب. على فكرة النظام الغذائي مش بس بعمله لو أنا مثلا أوفر ويت أو أنا عندي نحافة، لأ، أنا مفروض إن أنا أعمل نظام غذائي كلايف ستايل صحي ليا، لأن أنا مفروض أهتم بجسمي من جوه ومن برة، عشان أنا لو أهملت في جسمي من جوه التجاعيد برضو هتبان عليا. ونقلل التدخين ونحاول نهندل الستريس، لو أنا حد بعاني من توتر أو عصبية مفيش أي إحراج إن أنا أستشير دكتور نفسي، لأن الموضوع بيبدأ يظهر عليا. وطبعا السكين كير برودكت مهمة جدا جدا جدا، منتجات العناية بالبشرة، الله ينور. دي أصبحت يعني هقول صيحة كبيرة جدا احنا عايشين فيها،
ولازم انا استشير الدرماتولوجيست المناسب علشان يقول لي انا بشرتي ينفع معاها غسول ايه، انا بشرتي ينفع معاها مرطب ايه، طب الصن بلوك المناسب ليا اللي هيديني وقايه. في منتجات بيبقى فيها ريتينويد اللي هو الريتينول، ده برده بيساهم جدا ان هو يقلل معايا من ظهور التجاعيد وبيشتغل على التجاعيد الخفيفه. برده الحاجات اللي قلناها التانية اللي بتظهر مع التجاعيد اللي هي التصبغات، لو استخدمت منتجات فيها فيتامين سي فيتامين اي، في منتجات كتير بتساهم معايا ان انا اقلل من فرصه ظهور التجاعيد او حتى اقدر ان اقاومها. طيب ايه الحاجات اللي انت بتعمليها في العياده اللي انا عاملها عندك؟ وكلام بقى بنات صغيره تعمل ولا تستنى شويه؟ الرجاله بيعملوا ولا ما بيعملوش؟ احنا غلابه، احنا بندفع فلوس بس، ما احنا مش احنا مش ماكينه الاي تي ام بقى معديه، لازم احنا ناخد نشارك. اكيد زي ما بيقولوا يعني طباخ، مش بيقولوا طباخ السم بيدوق، لا احنا ده احنا مش عايزين ده، احنا طباخ الحاجات الحلوه دي لازم. ربنا يعينكم. الله يكرم. اوكي الرجاله طيب. بدات تقبل طبعا. وعلى فكره دي حاجه كويسه جدا، لان انا لما بصحى الصبح وابص في وشي سواء انا راجل او سيده بحب ان انا اشوف نفسي في احسن صوره. فمش عيب ومش غلط ان انا اعمل اجراء تجميلي لو انا راجل، طالما انا هبقى عارف انا بعمل عند دكتور فاهم يعمل لي اجراء مناسب لشكلي ويشوف انا عايز ايه ويتفق معايا ايه الحاجه اللي هتطلع شكلي رجولي بس بمظهر صحي او لائق اكتر. وعلى فكره انا مع جدا ان احنا نبدا في الاجراءات دي من سن صغير، لان احنا لو استنينا التجاعيد دي بتبقى عباره عن خطوط بتبدا تحفر بتبدا تعمل تجويف، فالموضوع بيبقى اكبر من كده وممكن يحتاج ان احنا نعمل جراحه. طبعا دي بتبقى اخر وسيله بنلجا لها. كل ما بدانا في سن صغير، حضرتكم طبعا عارفين حقن الفيلر والبوتوكس والسكين بوسترز، الحاجات اللي بدأت تظهر وبقت في الآونة الأخيرة يعني معروفة وبقت ترندات، لو أنا بدأت بيها في سن صغير هحفز الكولاجين بتاعي والإلاستين بتاعي، وده إجراء بيحصل فعلا مع الحقن، فبالتالي هحسن جودة البشرة بتاعتي، فمش هحتاج لما أكبر أعمل بقى إجراءات أصعب وأكتر عشان أوصل للي أنا عايزه. طيب هنمشي محطة محطة، كلميني على البوتوكس الأول. طيب البوتوكس احنا بنعمله فين؟ اوكي بنعمله في تجاعيد الجبهه، بنعمله في المية 11، بنعمله حوالين العين، بنعمله لما مثلا في ناس ساعات بتضحك فبيطلع لها خطوط كده هنا، بنعمله لو حد عنده ابتسامه لثويه. اوكي بنعمله برده لو في ناس بتكز على اسنانها جامد، العضله دي ساعات بتبان فبنعمل البوتوكس عشان نهديها شويه. والبوتوكس برده بيتعمل لو انا عندي دقني بيبقى فيها نقط كده مضايقاني، بتبقى برده كويس معايا بيجيب افكت. تمام. البوتوكس فكرته سيمبلي هو عبارة عن مادة شبه مادة عندي في جسمي اسمها ناقل عصبي استايل كولين، هو بيدخل مكانه عشان بدل ما يعمل انقباض في العضلة مع التعبيرات ومع الحزن ومع الغضب، العضلة بتنقبض فبتعمل التجاعيد، هو بيعمل زي ريلاكسيشن بيهدي فبيشد. طبعا الإجراء ده لو اتعمل من سن صغير أول ما تبدأ عندي الخطوط بس تبان بنسب مظبوطة ومحسوبة هيجيب لي مظهر ناتشرال وطبيعي، وهيعملي كمان جلوي ابيرنس كده تحس ان الجلد فيه لمعه، فهو اجراء جميل وامن طالما احنا برضو هنختار الدكتور المختص في الموضوع ده. اللي احنا شايفينه دلوقتي جبهات كلها في 111 اهي دلوقتي، 111 بنات ورجاله بالظبط، واللي شفناهم اللي كده اصعب من 111. ايوه كمان. ايوه تمام. الشكل بيبقى جميل قوي جدا. وعلى فكره دي برضو كانت حاله من حالاتي، كانت التجاعيد عامله لها بجد اكتئاب، قالت لي يا دكتور انا مش قادره ابص في المرايه من منظر التجاعيد، بمجرد إجراء بسيط في العيادة بمخدر موضعي مش بنحس بأي حاجة في 5 دقايق حق، بعد 3 أيام أو أسبوع بنشوف النتيجة. دي برضو كانت 111 عنيفة، كانت عنيفة قوي. وعلى فكرة كانت جاية لي old age، أنا بصراحة ما كانش عندي أمل إنها توصل لكده، بس لا الحمد لله الدنيا زبطت. أوكي اللي حوالين العين بتدي انطباع بالسن جدا. وللأسف في حالات صغيرة في السن قوي بتيجي بمنظر أكتر كمان من ده، حقيقي حقيقي بيبقوا خايفين من الحقن ومرعوبين، ويا دكتور أنا قلقانة شكلي يتغير، بمجرد ما بنعمل بس تطشات بسيطة وشكلهم يفرق بتفرق جدا في نفسيته. الابتسامة اللثوية من الحاجات المهمة اهي جدا. دي مهمة. هي الابتسامة اللثوية ممكن تتصلح بطريقتين، يا إما نحقن ليب فيلر بحيث نملى الشفايف من فوق فتبدا تتغطى اللثه بتاعتنا، يا اما نعمل بوتوكس في العضلات اللي موجوده هنا بتبقى كونتراكتد فطالعه لفوق، فلما نعمل بوتوكس هنا بتخليها تنزل شويه، فهنا احنا عملنا بوتوكس.
وطبعا بيفرق قوي في الحاله النفسيه جدا جدا. يعني اللثه مش المفروض تبان بالظبط. وطبعا التخين بيبقى مشترك ما بين الاسنان وما بينكو. حصل عشان فعلا في حالات لما بتجيلي بقول لها لا استشيري الدنتست الاول لان هو ممكن يعمل لك قص للثه وبعد كده انا بكمل. اه وساعات بيبقى مش لا اللثه سليمه بس محتاجين نظبط بالظبط كده حسب الحاله. نروح بقى للملك الفيلر. اوكي الفيلر يتقال عليه ملك التجميل فعلا بصراحه. اه آه. الفيلر هو الطب وقد ايه قادر يغير تغيير بيرجع الانسان ممكن 10 سنين ورا. يعني الحاله دي مثلا كانت عندي هي كانت بتشتكي شكوتها الاساسيه يا دكتور انا حاسه ان انا شفايفي باهته وان فيها تجاعيد. اه الشفايف بيظهر فيها تجاعيد مع قله شرب الميه مع الجفاف مع التعرض للشمس برده بتاثر عليا. لما حقنا الفيلر لو حضرتك بصيت هتلاقي المنظر بقى فيه كده زي لمعه جلوي وبقت مترطبه هايدريتد فبيفرق جدا طبعا مع الحاله. عايز اسال على خط الابتسامه. خط الابتسامه برده ده يعني بنسمع مضاد فيه. اه فاهمه حضرتك. هي في انواع من الدكتورز بتحب تحقن دايركت في اللاين وفي انواع تانية بيقول لهم رايي ان انا لازم احقن الاول الخدود واعمل جو لاين بحيث يشد معايا قبل ما احقن. انا من الدكاتره اللي بتجه للاتجاه التاني. انا ميال يعني بالظبط. ميال لرايك بالظبط كده. اللي هو انا لو جات لي حاله الاول لازم احقن ان انا ارفع من عن طريق التشاكس والجو لاين وبعد كده ممكن احط حاجه بسيطه خالص في النيزو ليبيال ده عند خط الابتسامه. ودي حالتي انا عملت كده معاها. حقنا الاول عشان نرفع وبعد كده حقنا حاجه بسيطه خالص وزي ما حضرتك شايف ما شاء الله الشكل مرفوع والخط الابتسامه راح. طب السكين بوستر دلوقتي اللي هو طلع موضه قوي نسمع عنه. انا شايفه السكين بوستر ده من اروع الحاجات في مجال التجميل. حضرتك هتسالني ليه هقول لك ناتشرال. ناتشرال طبيعي ومعظم الحالات لما انا بعرض عليها سكين بوستر بتجو اون مش بتبقى خايفه من فكره ان انا هحقن فيلر او هحقن بوتوكس فانا قلقانه يا دكتور. بالعكس انا بطمنها ان انت لو بداتي بسكين بوستر ممكن مع الوقت ومع التزامك بالسيشنز بتاعته ما تحتاجيش تعملي يعني فيلرز او بوتوكس بصفه سريعه او نعملها مثلا على فترات متقاربه. بل بالعكس السكين بوستر ده قيمته بيعمل ترطيب في الجلد بيعمل جلوي افكت بيعمل شد وفوليوم على خفيف خالص. حضرتك عارف طبعا مع الحياه ومع الضغوطات ما بقاش عندنا وقت نرطب او نستخدم السكين كير برودكت زي الاول فالسكين بوستر بيعوض لي الحته دي بيزود لي من تصنيع الكولاجين والإلاستين اللي احنا قلنا في اول الحلقه انهم بيتكسروا مع التقدم في العمر. وكمان في انواع سكين بوستر طلعت مش بس بتعمل ترطيب ونضاره اصبحت دلوقتي بتشتغل على التصبغات. اصبح في انواع ممكن اشتغل بيه على الندبات اللي هو من ضمنها الاكزوزومز لو حضرتك تسمع عنها. فدلوقتي السكين بوستر بجد انا شايفاه مش اختيار ده لازم كلنا حتى الرجاله نعمل سكين بوستر. الكورس بتاعه ده هو له شعبيه في الرجاله قوي جدا لان مش بيبان عليه ما بيبانش حاجه بالظبط. انا بس ببان ان انا كاني صح صغرت كام سنه صح كده. صح صح ودي حاجه حلوه وانا شايفه انها اصبح ضروره وملوش داون تايم يعني مش بيخوفنا في اي حاجه. ممكن اخرج بالليل احقن سكين بوستر الصبح واخرج بالليل مفيش اي مشكله خالص. نادرا قوي لو حاله مثلا حصل لها تورمات بعد حقن السكين بوستر نادرا قوي يعني الموضوع بيبقى صعب. مكون من ايه سكين بوستر اساسا؟ بص حضرتك السكين بوستر الاساس بتاعه هيالورونيك اسيد زيه زي الفيلر. بس ايه الفرق ما بينه وبين الفيلر؟ الفيلر بيكون الهيالورونيك اسيد كروس لينكد يعني ماسك في بعضه فلما بحقنه بيدي فوليوم وبيعمل ليفتنج. اما السكين بوستر بيبقى هيالورونيك اسيد بس نون كروس لينكد يعني متفكك كانه زي السيرم بس طبعا اقوى بكتير فبقدر احقنه في كذا بوينت. وفي انواع كمان بيبقى معاه بيبتايد وامينو اسيد دي بتحسن لي من الكواليتي بتاعه السكن. فكلها حاجات طبيعيه وبتحفز الدوره الطبيعيه للتجديد بتاعه الخلايا. حلو قوي. بس انا بقى يعني هطلب من حضرتك حاجه. طبعا بلاش يبقى الحوار دايما اعملي وسوي حضرتك وبتاع ما برضو اعمل لا وتعالى. سوري والله يعني لا معاك حق. احنا والله العظيم الرجاله غلابه يا جماعه جدا ورب الكعبه وحياه ربنا احنا غلابه غلابه غلب يعني الراجل لما بيتدلع ويتبسط في الزمن ده صح يبقى شقيان. صح يا دكتور معاك حق. ده بيجي عيد الاب. طب انا اقول لك على حاجه انا خايف اسالك اقول لك عيد الاب امتى ما حدش عارف عيد الاب امتى مش عارف ولا انا عارف ما حدش يقول لي يعني. احنا بس يعني عيد الام الناس كلها حافظاه صح عيد الاب مركون كده غلبان فلازم نكافئه بجد. لا بجد يعني عندك الرجاله اللي هم ما بين
وخصوصا مثلا بعد سن 45 التوتر صح بعد سن 45 الراجل محتاج يتدلع. حصل حصل. لا بجد على فكره في حالات دلوقتي بقت تيجي وتجيب جوزها معاها, ده يعني خبر حلو قلت اقوله. دي بقى ست جميله. طيب الراجل والست معاهم بقى هم خارجين مثلا او هم بيتحركوا أوكي. مسافرين الشنطه بتاعتهم بيبقى فيها ايه كير سكين كير ايه؟ بص انا اهم حاجه عندي لاي حاله سواء سيده او رجل ان انا ابقى عارف الغسول المناسب ليا, المرطب المناسب ليا, لان انا زي ما قلت لحضرتك الترطيب مهم لان الجلد لما يجف او ينشف هيكبر. ولازم استخدم سيرم في مواد برضو تقاوم التجاعيد او تمنع ظهورها, ولازم برضو استخدم على فكره سكين كير لايدي ورقبتي. فانا يعني حابه ان انا اتكلم عن برودكتس بجد محترمه اشتغلت بيها في الكلينيك مع حالاتي وشفت منها نتائج حلوه قوي. عندي من اهم البرودكتس الفور لايت ريجينيتنج سيرم. ده سيرم في مواد بترطب, في مواد بتصلح. فور لاين نعم اسمه فور لاين لا فور لايت يعني فور للتفتيح وريجيفينيشن من تجديد الخلايا. السيرم ده خطير قوي. ليه؟ في كذا انجريدينت بيغنيني عن ان انا استخدم كذا سيرم. خلي بالك يا دكتور الحالات بتبقى مخنوقه انها تستخدم كذا سيرم في نفس اليوم. فده سيرم جامعي لي ما بين التفتيح النضارة الترطيب وكمان بيعمل وقاية من الأضرار بتاعة الشمس اللي بتحصل لنا. ومن أهم المواد اللي موجودة فيه مادة اسمها البرايت نايل. المادة دي لما بحطها على وشي بتساعد وشي بطريقة طبيعية إن هو يحفز الطرق الطبيعية للتفتيح. يعني بتحس إن بيساعد وشي إن هو يجدد طبقات الخلايا وبيساعد وشي بطريقة طبيعية إنه يبان نضر. المادة دي يعني مش موجودة أعتقد في حاجات تانية. زائد إن السيرم ده قوي قوي, هو أقوى 4 مرات من فيتامين سي وكلنا عارفين قد إيه فيتامين سي مهم, وأقوى 60 مرة من الكوجيك أسيد. والكوجيك أسيد ده من الحاجات المهمة جدا في التفتيح, وزي ما قلنا إن الحاجات بتاعة التفتيح مهمة برضو مع الكبر في السن. السان بلوك من أهم الحاجات اللي أنا لازم أكتبها في أي روتين. برضو عندنا الفور لايت لايتنينج سان بلوك, ده ميزته إن هو 3-in-1. بمعنى إيه؟ بيرطب, بيقي من الشمس, وبيعمل تفتيح. طيب إحنا عارفين أوريدي إن لازم واقي الشمس يعمل حماية من ألترا فايلت ريز A و B. ده كمان بقى بيحمي من البلو ريز. على فكرة في حالات بيحصل لها بيجمنتيشن أو تصبغات من اللايت العادي هو بيحمي منها. وفي مادة حلوة قوي اكتشاف بالنسبة لي البرودكت ده اسمها السولافيل. المادة دي تعتبر آخر إصدار من مادة اسمها أو جينيريشن اسمه تيتانيوم أوكسايد. المادة دي بتعمل إيه؟ لما الشمس بتيجي عليا بتعمل سكاترينج للألترا فايلت ريز وبتأبسورب إت, يعني بتمتصها فتمنع الجلد إن هو يحصل له دامج منها. فطبعا دي حاجة خطيرة جدا. الكلينزر برضو لازم, أهم حاجة أو أهم إنجريديان في الكلينزر موجود عندي في الفور لايت كلينزر يكون عندي نياسينامايد. النياسينامايد ده مهم للتجاعيد, مهم للتصبغات. زائد لازم في الكلينزر برضو يكون عندي مرطبات. ولسه كنا بنتكلم على الايد وعلى الجسم عامه, لازم استخدم مويسترايزر كويس للجسم وللايد والحاجات دي, مش بس اهتم بوشي. اهم حاجه لازم تكون في المرطب بتاعي ماده اسمها سيرامايد. الماده دي بتعمل ايه؟ بتجدد طبقات الجلد او الخلايا وبتعمل ناتشورال بارير, يعني احنا مع الوقت بيحصل زي دامج في السكن. هي بتعمل طبقه واقيه علشان تحمي جلدي من الاضرار اللي ممكن تحصل له من بره. زائد طبعا لازم يكون في مجموعه مويسترايزرز ثانيه كتير تساعدني. بس كده. اذا الشنطه بتاعتك كراجل او ست او العيله أوكي. لازم تمشي بقى بفور لايت, فور لايت ريجوفينيشن مش كده, تمشي ببروتكشن بقى باس بي اف عالي 50 واقي شمس يعني اوكي, وتمشي برضو بالمويسترايزر عشان الدراينس زي ما قلنا. هي مويسترايزر. ايوه يا دكتور عادي مويست. ايوه مويست بيرطب. عشان زي ما قلنا اكتر حاجه ممكن تسبب تجاعيد ان احنا نهمل حته الجفاف بتاعه الجلد. وانس جلدي بقى جاف انا كده هتجعد. عشان كده دايما بنقول الحالات الاويلي ما تزعليش, انت مش معرضه للتجاعيد اكتر من الناس النورمال او الدراي, لان الاويلز او الدهون بتحافظ على الجلد ان هو يتجعد. انت نورتينا وابدعتي. ده نورك يا دكتور. مذاكره رائعه. الله يخليك يا انا دكتور. قاعد منبهر بالكلام بتاعك والله العظيم. بتكلم جد. انا اكتر حضرتك الاحسن. اقول لك على سر بقى. اتفضل. انتوا حبايبي ما بخبيش عليكم حاجه, اكتر حاجه بتعجبني في الست, الست اللي بتهتم بنفسها من اكتر الحاجات. انا اكتر حاجه بتعجبني في الست انها تكون طيبه بلس انها تكون ذكيه وما تكونش بتلوك, وحاجه مهمه جدا جدا انها تكون مهتمه بنفسها, حاجه كده من الخيال العلمي اللي انا بقوله. ماشي يا دكتور.
بس والله في ستات كده اكيد. لا في بس انا يعني انا عايز اقول انه الست لما بتهتم لنفسها تبقى حاجه مبهره اكيد وبيبان اكيد وبيبان ازاي بتهتم جدا ولا جاي النهارده في الحفله دي مهتمه النهارده بس. صح صح يا دكتور معاك حق والله بكلمك بجد. بصي الست زي لعيب الكوره بيبان اللي اتدرب امبارح وجاي يلعب الماتش النهارده عشان اتدرب امبارح بس ولا اللي بيتدرب بانتظام. طب اقول لك حاجه يا دكتور معظم الحالات لما بتجيلي بتبقى شكوتها الاساسيه دكتور حتى لما بحط ميك اب التجاعيد بتبان ووشي وحش فدي النقطه الاساسيه فحضرتك عندك حق. ايه وجه الشبه بين الست وبين لعيب الكوره بس؟ تشبيهاتي فظيعه. نورت يا دكتوره. ده نور حياتك يا دكتور. ضيفتي العزيزه القيمه الاعلاميه القديره والاسم اللامع في عالم الجلد واحده من نجوم عالم الجلد في اسكندريه دكتوره اميره الشال اخصائي الجلديه والتجميل والليزر وصاحبه دبلومه التجميل والليزر ماجستير امراض الجلديه والتجميل والليزر اللي ابدعت النهارده في واحده من حلقاتنا كيف تحمي نفسك من الشيخوخه انتي ايجينج. زمان كان في فيلم مشهور جدا جدا لبروس ويلز بيتكلم على مقاومه الشيخوخه الحياه ازاي اقي نفسي من الشيخوخه. كان فيلم كوميدي جدا بين اتنين ستات خناقه جباره فاكره يا دكتور عن وبعدين في الاخر تبين له حاجه مهمه جدا انه اهم من ان انا احافظ على الشكل احافظ على الروح. الروح بتعكس على الشكل على فكره. خليكم مع الناس العاديه. اهلا بكم في هاشتاج ولو ان انا ما بحبش الهاشتاجات بس ماشي. سالوا الناس خسيت عشان حلو جميل فسمعت حاجات هي طبعا مش يعني مش مفاجاه لينا ولا شيء غريب بس لازم برضو نعيش دماغ الناس شويه. فخسيت عشان ايه؟ في ناس قالت لك السبب الاول ارضاء الحبيب. تمام ارضاء الحبيب حقك يا باشا أو حقك يا فندم. طبعاً الحاجة التانية المهمة جداً التنمر أو أسباب تانية كتير. الصحة في ناس ما بتعرفش تنام في ناس بقى المسألة وصلت لضغط وسكر ومشاكل صحية خطيرة جداً. ناس على وشك يجيلها فشل كلوي ناس على وشك يجيلها فشل قلبي. جراحات السمنة يا جماعة بتنقذ ناس كتير جداً جداً. تعالوا النهاردة نقرب ونفهم أكتر كتير عن جراحات السمنة مع ضيف العزيز مبدع من طراز خاص وطبعا بيمتعني باسلوب العلم الراقي جدا وفي نفس الوقت الموسوعي في الشرح. يعني فعلا بستمتع لانه ما بيسيبش طرف من الحديث الا ما بيروح يدرسه ويشرحه لنا بشكل راقي للغايه. ضيف العزيز واحد من ميك ستارز عالم جراحات السمنه الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا عضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي. نورت يا فندم وشرف كبير. اهلا وسهلا. يعني سعاده بان انا التقي بيك في حوار ممتع للغايه. هنبدا بكلمة مهمة انه جراحة السمنة الراجل جاي مش جاي بس بالسمنة ده هو جاي بمشاكل تانية. فدايما عندكم مشكلة اسمها الجراحات المصاحبة. تعبير دقيق ولا يعني نقدر نقول مشاكل مصاحبة لانها بتبقى جراحات. في البداية تحية لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا السمنة المفرطة من الحاجات اللي هي يعني اللي طبعا ما بتجيش لوحدها بتجي بمشاكل صحية مصاحبة كثيرة جدا ومن ضمنها يمكن أشهرها السكر والضغط ومشاكل الدهون المتراكمة بصورة مرضية في الدم ومشاكل التنفس. ويمكن حضرتك يمكن قلت في المقدمة إنه في مشاكل اجتماعية كثيرة يمكن مش حاجات مرضية يمكن السن الصغير اللي هو تحت 20 سنة أو تحت حتى 30 سنة أو ما قبل الزواج
ما بيهتموش. هو لو عنده سكر هو مش مهتم بيه قد ما مهتم انه عايز يلبس كويس، يتحرك كويس، عايز يمارس حياته الاجتماعيه بصوره يعني كما يجب ان تكون. يعني في امراض مصاحبه للسمنه المفرطه لا تتعلق بالسمنه المفرطه بشكل مباشر، يعني زي المراره، حصوات مراره، يعني دي حاجه يعني مش مرتبطه بالسمنه المفرطه بشكل مرضي، يعني السمنه هي ليست، ويمكن هي اشهر الحاجات دي، ويمكن خلينا نقولها هي بصوره طبعا قد تكون غير مباشره لكن هي سبب. يمكن احنا يمكن معروف الاربعه اف بتوع زمان اللي هم بتوع المراره، الفات الفرتها اللي هو العيان السمين، هو ده كان دايما اشهر الناس اللي بيجي لها حصوات في المراره. طبعا برضو كمان المرتبط بالسمنه برضو اللي هو الحموضه بتاعت المعده اللي هي دايما تيجي بصوره مكثفه، ودايما بيكون جزء منها السمنه المفرطه، ما طبعا دي مرتبطه ارتباط مباشر. وفي حاجات ثانويه طبعا بتحصل سيكندري للسمنه المفرطه زي مشاكل المفاصل، وزي مشاكل الغضروف بتاع الظهر، وزي مشاكل اللي هي العظام بصفه عامه. وتلاقيه بيقول لك انا يعني خصوصا في السن الكبير انا عايز اغير مفصل، وعنده مشكلتين. المشكله الاولى ان هو مش قادر يحسن كفاءه المفصل على الوزن ده. النمره الثانيه هو لو غير مفصل على وزن 140 كيلو، طب مين المفصل او فين المفصل اللي هو يتحمل الوزن الكبير ده؟ عندنا مشاكل قد تكون متعلقه بالانجاب، يعني في البنات اللي هم، انا يمكن ليا صديقه واستشاري استاذ نسا زميل، هو عن مقتنع تماما انه مش عايز يعمل اي حاجه تساعد الانجاب في مريض السمنه المفرطه. هو عايز ينزل وزنهم لانه بيقول لي ده بيساعدني كتير جدا، وبوفر عليا مجهود علاجي كبير جدا في ان انا بس انزل وزن. الاتزان الهرموني بيعود مره اخرى، الرحم المبيض بيشتغل بكفاءه اعلى من الطبيعي عندما يكون تخلصنا من السمنه، ولو حتى ابتدى يدي علاج بيكون تاثيره اكتر واسرع وافيد بالنسبه للمريض. ويمكن كم كبير جدا بيقول لي عليه انه لما العين بيخس، يعني الست اللي هي المتاخره عن الانجاب، الوزن لما بينزل بتلاقي احيانا الستات بتنجب من غير اي علاج، يعني ما بحتاجش. النمره الثالثه انه مشاكل زي السكر، هي يعني يمكن 80% من الناس اللي هم المصابين بالسكر من النوع الثاني سببهم سمنه مفرطه، ده مناعه انسولين يمكن. فطبعا احنا انقاص الوزن هو علاج للسمنه وعلاج للامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. طيب احنا بقى بنعالج الحاجات اللي بتتعالج مع السمنه بانقاص الوزن، طبيعتها اصلا بتتعالج زي دهون الكبد ما هي بتنزل، يعني فين العلاج اللي بيعالج مرضى تدهون الكبد من غير انقاص الوزن؟ ادي ليفر سبورت كما تحب، وادي فيتامين اي، وادي ليفر، يعني اي علاجات من غير انقاص الوزن في مرضى السمنه المفرطه لم يكن هناك اي علاج لتدهون الكبد. ففي امراض كده هي نفسها، يعني كل الدهون المرضيه في الدم بتقل، كل دهون الكبد بتقل، نزلت الوزن مفاصلك هتشيل نفسها، يعني المفصل اللي هو اللي يعني ماسك نفسه بالعافيه اللي هو مش قادر يشيل وزن 140 كيلو ولا 150 ولا 200 كيلو، لما حتى توصل تبقى 80 كيلو ولا 90 كيلو اكيد هيبقى فيه الرجا، يعني هيقدر يساعدك شويه، وربما ما تحتاجش ان انت تغير مفصل، وربما ما تحتاجش ان انت تعمل حاجه، نزل وزنك وبعد كده قيم بقى. هناك بعض الامراض النفسيه المرتبطه بالسمنه المفرطه، الهروب من المجتمع، عدم، مش عايز اروح الجامعه، مش عايز اروح المدرسه، مش عايز يخرج، في بنات بتقعد بالسنين في البيت ما بتخرجش، اكتئاب هو ده مرتبط بصوره مباشره بالسمنه المفرطه. فيعني انا يعني الحلقه لم تتسع للامراض المصاحبه للسمنه المفرطه او المشاكل الاجتماعيه التي قد تكون يعني بسبب السمنه المفرطه، ولن يكون هناك علاج. واحد بيسالني، يمكن الاب او الام بيجي مع بنتها او يعني حد منهم او الاثنين، بيسالني بيقول لي يعني انا بعمل صح كده للبنت اللي هي 20 سنه وزنها 130 كيلو ولا 140 كيلو ولا 110 كيلو ولا 100 اكتر من 100 كيلو، هو انا بعمل لها صح ولا غلط يعني؟ وده هياثر على الصحه الانجابيه ازاي؟ فبيبقى يعني سؤال رده طبيعي ان السمنه المفرطه هي هتعكس وضع البنت الانثوي ده، هي لا يعني هتبقى عندها صعوبه في الانجاب، عندها صعوبه الدوره بتاعتها اصلا متلخبطه. فانت لما بتنزل الوزن بتعيد الاتزان الهرموني مره ثانيه، ويعني وترجع بقى الوضع لاصله، يعني الدهون او السمنه المفرطه هي عائق امام البنت كانجاب،
وكمان كوضع اجتماعي، انت لو ما عملتش العمليه دلوقتي هتعملها، هتضطر ان تعملها بعد 4 سنين وبعد 5 سنين بعد السن ما يتقدم. لان انا خلينا في مجتمع عربي مصري، البنت اللي هي المصابه بالسمنه المفرطه فرصتها فعلا قليله في الجواز. معلش يعني انا بتكلم بوضع يعني احنا مع بعض يعني كمجتمع مصري، طبعا السمنه المفرطه بتهزم البنت، بتحبسها جواها، ما بتبقاش عارفه تواجه المجتمع ازاي، ففي مشاكل اجتماعيه كتير جدا. طبعا طبعا. هنتكلم الاول على الارتجاع المريء والمراره جراحيا، هنعمل ده ازاي وده ازاي؟ المرارة أنا عايز أقولها في جمل بسيطة بحيث أن يبقى الأمور واضحة للناس. يعني المرارة قبل عملية السمنة إحنا بنقيم الوضع بالسونار، يعني ما فيش عيان سمنة مفرطة بيدخل العمليات من غير ما يعمل موجات صوتية على البطن والحوض، يستكشف البطن بتاعته. من ضمن الحاجات اللي إحنا بنشوفها بالسونار المرارة ويتقيم فيها، فيها حصوات السونار لن يخطئها، يعني عادة في معظم الناس بيبقى يعني operator dependent، لكن ما فيش حد ما بيشوفش الحصوة بتاعت المرارة بالسونار. يعني عايز حد بقى يكون الجهاز بتاعه تعبان او ما عندوش خبره الكافيه، فعلا ده حقيقه هو اوبريتور ديبندنت. لكن في حصوه في المراره هتتشال وقت العمليه سواء تكميم او تحويل. السائد عند الناس انا ما بشتكيش منها يا دكتور، ما يعني هعملها ليه يعني؟ طبعا المراره مشاكلها كتيره، يعني المراره اللي هي الزرقاء دي بتبقى عباره عن كيس بيملى العصاره المراريه، وقت بقى ما الدهون بتنزل فهو العصاره دي بتنزل برده، هي بتنقبض تطلع شويه العصاره عشان الامتصاص. طيب الحصوه بقى اللي هي او الحصوات او الحصوه الواحده، او طبعا حصوه منهم ممكن تنزل كده في السيستك داكت او قناه المراره، تنزل على القناه المراريه اللي هي الرئيسيه الخضراء اللي هي باللون الاخضر ده، تقوم قافلاها وعامله صفرا زبديه، وساعتها طبعا بقى طبعا علاجها صعب جدا وعايزه منظار قناه مراريه ويدخل ومسافره ومشاكل كتير. حصوه منهم تنزل وتقفل قناه البنكرياس، التهاب بنكرياس يعني. حصوه يعني مشاكل كتير. طب حصوه واحده هي الحصوه نفسها ممكن تزنق القناه المراريه وتعمل حاجه اسمها مريزي سندروم، مشاكلها كتيره جدا وجزء منها صفرا زبديه والتهابات في قناه اللي هي المراريه، او ان المراره نفسها تتسد وتعمل غرغرينه او ممكن تنفجر او تتخرم، يعني مش انفجار لا يعني ممكن تتخرم بيرفوريشن. فطبعا بتعمل التهاب بريتوني عنيف. احنا مش بنصلد ده ومش بنخوف الناس، ومش شرط يحصل لك ده يعني، احنا يعني الموضوع احنا بس بنسرد الوضع الطبي الحقيقي الحقائق العلميه، لكن مش لازم انت ممكن تسيب المراره ما تشلهاش وما يحصلكش حاجه يعني فعلا على فتره كبيره، شويه مغص هيحصلوا لك كل فتره، لكن يعني الحاجات دي بتحصل من عيان لعيان. لكن النصيحه الطبيه لو عندك حصوه في المراره ما قبل العمليه، انصحك كنصيحه طبيه مباشره شيلها، لان انت من نفس الفتحات نفس البنج ما تبقاش قافل على قنبله موقوته في البطن، انت يعني مش بصدد ده خالص ان انت تعمل، فهي نفس الفتحات نفس وقت البنج نفس التخدير وحاجه سهله يعني ما فيهاش مشكله، وهتخرج في نفس الوقت ونفس المتابعات ونفس الحاجات ونفس يعني نفس حتى الادويه اللي هي بعد العمليه، فهي تعتبر عمليه واحده، هي عمليه تكميم مع مراره او عمليه تحويل مسار مع مراره بس، يعني الموضوع بسيط خالص. عشان الحته الجراحيه المهمه انه لو عنده حصوه وشال عمل تكميم معده او تحويل مسار، تحويل مسار مش هيعرف يدخل على المراره، هيبقى بقى لو حصل له مشكله طبعا دي نقطه في منتهى الخطوره. ان انا يبقى عندي حصوه في المراره وواحده منها نزلت في القناه المراريه وانا عامل تحويل مسار، مش هتعرف تعالجها بمنظار القناه المراريه، مش هتعرف تدخل لان المسار اتغير. فطبعا لازم تشيلها، يعني في التحويل انا انصح ناس بشده ان يشيل المراره لو فيها حصوات. طب المراره السليمه ما تشيلهاش، ما فيش فيها مشكله بالزبط. خلاص ما فيش جايد لاينز خالص تقول انت تشيل المراره سليمه، رغم الناس بتخاف منها فيما بعد، يقول لك بعد عمليه السمنه بيحصل مراره ولا ما بيحصلش مراره، احنا ما عندناش يعني حاجه تثبت ده، ولكن ما فيش حاجه تقول ان احنا نشيل المراره اللي هي السليمه. منظار القناة المرارية لو حصل لك فعلا حصوة انتقلت في القناة المرارية وحصل فيها صفرا زبدية، ليها حلول تانية بس تبقى صعبة شوية، ان احنا ندخل بكلودوكوسكوب او ان احنا ندخل بمنظار البطن بتاعنا بتاع الجراحة ومدخلين منظار القناة المرارية خلال فتحة المنظار، يعني بيبقى فيها شغل طبعا صعب شوية، مش محتاجين ان احنا نعمل ده، نتفاداه باستئصال المرارة المصابة بالحصوات اثناء اجراء عمليه التكميم او التحويل. الحوار معك ممتع دائما، لكن خلينا نسيب الناس مع تقرير من داخل زي ما بقول ايه غرفه العمليات وداخل مسرح العمليات. الحوار دائما من مسرح العمليات مسرح الحدث،
حدث معالجة مريض سمنة يا جماعة ده حدث مهم جدا بكل السيتويشن بتاعته، بمشاكله التخديرية، بمشاكله المصاحبة. النهاردة اهتمينا بمشاكله الجراحية الأخرى، من ارتجاع مريض، من فتح في الحجاب الحاجز، من وجود مرارة. لا يأتي مريض السمنة في معظم الأحوال زي ما بيقولوا بمشكلة واحدة، والمصائب في السمنة لا تأتي فراتا ولكن تأتي كالطيور في جماعات. الجراح الشاطر هو اللي يعرف يتعامل مع هذه المشكلات، إما بالاستبعاد أو بتقديم الأهم فالمهم. ضيفي العزيز الذي يبدأ دائما في حواره الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وعضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الـ SRC. نورت كالعادة. شكرا. سلام. خليكم دايما على سلام. وزني 135 كيلو، وبعاني من مشاكل صحية بسبب زيادة وزني، وبصراحة بقالي فترة طويلة بتابع الدكاترة عشان يعني نويت ان انا اعمل عملية للتكميم او تحويل مسار حسب اللي ينصحني بيه الدكتور. اشتكيت له من بعض مشاكل عندي مؤثرة معايا في عندي تقريبا ارتجاع او حاجة زي كده، والدكتور طلب مني بعض الفحوصات والمناظير عملتها، واكتشفت ان انا عندي حصوات مرارية مع فتق بالحجاب الحاجز. وبصراحة الموضوع كان بالنسبة لي كنت بقرر ان انا الغي موضوع العملية يعني تخوف يعني. كلمت الدكتور ورحت له، والراجل بصراحة كانت مقابلته مريحة جدا بالنسبة لي، هون عليا ده كله، قال لي كل الامور دي بسيطة وان شاء الله نعمل العملية كلها في وقت واحد. يعني مهما نقول مش هقدر اشكر الدكتور كريم على كل الايجابيات اللي انا اخدتها من العملية. اولا انا عملت 3 عمليات، انا عملت عمليه تكميم معده وعمليه المراره، وكان عندي مشكله في الارتجاع، والدكتور بعد الفحوصات كان لازم نعمل شبكه للمنطقه المريء واللي هي عمليه الارتجاع دي. فطبعا انا كنت في الاول متخوف من موضوع ان انا اعمل اجري اكتر من عمليه، والدكتور هون عليا الموضوع انه قال لي يعني دي هتبقى عمليه واحده وما يعني نفس نسبه الشفاء هتبقى واحده. وفعلا انا تقريبا دخلت العمليه الساعه 12 بالليل، انا الساعه 4 بالظبط كنت مغادر المستشفى تاني يوم. يعني قعدت في المستشفى تقريبا ما يقرب من 6 ساعات بس. اول نقطه، ودي للامانه انا ما اخدتش دواء السكر من بعد العمليه بيوم، الى الان انا الحمد لله ما اخدتوش نهائي. الوزن بتاعي في خلال 8 شهور او يمكن اقل من 8 شهور نزلت تقريبا في حدود ال 50 كيلو. طبعا انا عندي راحه دلوقتي في اكتر من حاجه، اولا في اللبس، في النوم، في المعيشة عموما. انا شخص ثاني غير اللي كان داخل العملية. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. مهما انا اشكرك. الله يخليك. الله يخليك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الله يخليك. شكرا.